صباح الخيرات لكل الأصدقاء اللي بديوا مشوارهم الصباحي معنا على الاف ام على 98.5. كمان بدي صبح لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا من الداخل السوري من عزاز وضواحية على 102.9، وتحياتنا أيضا لكل من انضم لنا عبر البث المباشر عبر صفحة راديو روزانا عبر فيسبوك. أهلا وسهلا فيكم. حلقتنا لليوم رح تدور ورح تكون عن العنف المنزلي اللي ممكن تتعرض له السيدات. مؤخرا خرجت السيدة آية صباغ وبفيديو بث مباشر عبر فيسبوك عبرت فيه عن العنف اللي تعرضت له بمنزلها من قبل زوجها، بالإضافة لخروج صديقة آية والتأكيد على أنه آية هي عم تتعرض للعنف المنزلي من قبل زوجها لمدة عامين متتاليين. قصة آية وعمر اللي شغلت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، في كتير أشخاص على هاي المنصات دعمت آية بموقفها، ولكن بالمقابل كان في أشخاص أيضا حاربتها واعتبرت أنه خلافهم العائلي ويجب عدم إخراجه على منصات التواصل وعلى السوشيال ميديا، يجب أن يبقى حبيس بالمنزل وأنه ليس قضية ريح. مثل آية في مئات النساء اللي عم تتعرض للعنف المنزلي بحسب إحصاءات جرت العام الماضي ضمن دول الاتحاد الأوروبي، أي دول اللي بتتمتع بنظام قانوني بيسمح لضحايا العنف المنزلي بالحماية وتحصيل الحقوق. بتقول الإحصائيات أكثر من امرأة واحدة تقتل يوميا على يد شخص قريب منها، زوج، شريك أو قريب من الدرجة الأولى. سيدة من كل 4 سيدات في أوروبا تعرضت لعنف أسري مرة واحدة في حياتها على الأقل. 16% من النساء تعرضن لتعنيف جسدي من قبل شريك أو زوج سابق. للأسف بسوريا ما قدرنا نوصل لإحصائيات حقيقية وإحصائيات واضحة، ولكن عدم وصول لهي الإحصائيات لا يعني هو أنه عدم وجود هاي الضحايا أو النساء اللي عم تتعرض للعنف، ولكن للأسف في أسباب كتير تانية تمنع هدول الضحايا من أنه هن يطلعوا أو يحكوا أو يستعينوا بأي شخص ممكن يقدم لهم المساعدة ويحميهم من العنف اللي عم يتعرضوا له. أكيد ناطرين مشاركاتكم اليوم بحلقتنا لحتى تخبرونا وتقولولنا شو رأيكم في حال لكل حدا عم يسمعنا، في حال أنت أو أنت سمعتي حدا عم يتعرض للضرب أو عم يتعرض للعنف أو امرأة عم تتعرض للتعنيف، هل بتحاولي أنك تتدخلي أو لا؟ أكيد ناطرين إجاباتكم من خلال الاتصالات على الأرقام 090-350-52-38 وعلى 0850-4-4-7-65 وعبر سكايب روزانا GZT. أكيد من الضروري أنه نحن نعرف كيف بيتم محاربة العنف والعمل بكل الوسائل القانونية والوسائل المتاحة لوقف هذا العنف. ولنحكي عن هذا الشق بالتحديد بيسعدني أنه ينضم لألي المحامي غزوان رونفول. يسعد صباحك أستاذ غزوان. تحياتي لك وللمستمعين. يسعد أوقاتك. يعني أستاذ غزوان، مبدئيا خلينا مع بعض نعرف شو هو التوصيف القانوني للعنف، حتى يعني نعرف نقول إنه هون في حال كان في إبلاغ هذا البلاغ رح يكون هو يتم الاتخاذ فيه بشكل قانوني. هلا أنا على المستوى الشخصي الحقيقة بعرف الأسري أو الأسري على أنه هو إدارة العلاقات الأسرية بالقصر وسائل الإطلاق. القانون الحقيقة التركي بقانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة بيعرف هذا الفعل على أنه هو فعل شخص يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي، بما في ذلك تهديدات والقمع والعرقلة التعسفية للحرية. وهذا العنف غالبا يكون موجه ضد الزوج أو الزوجة أو الأطفال أو الأم أو الأب أو الأشقاء، يعني ضمن نطاق الأسرة. يقصد بالعنف الجسدي هو استخدام القوة الغاشمة للترهيب أو العنف.
وبالتالي هو أي سلوك عنفي يمكن أن يلحق الأذى بالإنسان. أما العنف اللفظي فهو استخدام الكلمات والعبارات المهينة اللي بتحط من كرامة المعنف وبتمارس عليه الإذلال. هلأ فيما يتعلق بالعنف الجنسي هو إجبار المرأة على الجماع بأي طريقة وفي أي وقت وفق رغبة الفاعل ودون إرادة الطرف الآخر، أو ممكن يتبدى بأشكال أخرى كإجبار المرأة على الدعارة أو الإجهاض أو الحمل بالإكراه إلى آخره. العنف الاقتصادي هو أي موقف بينطوي على ضغوط اقتصادية كالحرمان من الحاجات الأساسية أو الإكراه على العمل أو الإكراه على ترك العمل أو الاستحواذ على أموال الطرف الآخر. هذا فيما يتعلق ب يعني تعريف تفصيلي للعنف وفق القانون التركي وتفصيلات أشكال مختلفة لهذا العنف الأسري. يعني تفضل أستاذ رضوان. هلا فيما يتعلق بالأدوات أو الوسائل الممكن يلجأ لها الشخص المعنف، بطبيعة الحال يمكن له اللجوء لمراكز الشرطة أو الدرك لتقديم شكوى أو لطلب الحماية أو لكلاهما معا يعني، ويمكن طبعا له اللجوء مباشرة إلى مكتب المدعي العام لمقاضاة الفاعل، كما يمكن له اللجوء لأقرب مؤسسة صحية للحصول على تقرير لإثبات واقعة العنف. وطبعا هناك رقم 183 التواصل معه بيهدف للوصول للمديريات الإقليمية للأسرة والسياسات الاجتماعية اللي بتوفر مأوى آمن للنساء وبتقدم له خدمات المشورة القانونية والدعم النفسي. يعني هون فينا نقول الرقم 183 هو متاح لأي امرأة هي عم تتعرض للعنف أو أي شخص عم يتعرض للعنف فينا يتواصل على هذا الرقم لحتى هون. يعني أنا بدي أسألك أستاذ غزوان، في حال الاتصال بهذا الرقم ما بعد الهاتف ما بعد الاتصال شو ممكن يصير؟ تمام. هلا اول شيء هذا الرقم هو ليس رقم مخصص للبوليس، يعني هذا الرقم للوصول بهدف الوصول للمديريات الاقليميه اللي مختصه بشؤون الاسره والسياسات الاجتماعيه. الهدف هو انه يحصل حال التواصل ويكونوا على بينه من الحاله اللي تعرضت المراه فيها مثلا للعنف، بحيث يوفروا لها مأوى آمن إذا كانت هي خارج منزلها أو طردت من هذا المنزل، وبتقدم لها المشورة القانونية. وإن اقتضى الأمر طبعا هناك أيضا في نقابات المحامين يعني ما يشبه مجموعات عمل تقدم الخدمة القانونية بما فيها المرافعة في المحاكم وبالمجان لمثل هيك حالات عندما تكون الضحية لا تستطيع توكيل محامي أو ليس لديها الإمكانية المالية لفعل ذلك. بدي أسألك كمان يعني أستاذ غزوان، تفضل تفضل. بالنسبة للي سألتي عنه حضرتك إنه ما بعد العنف شو كيف ممكن نوصل للإجراءات؟ هلأ مثل ما قلنا بالبداية تلجأ الضحية ل قسم الشرطة بيقوم بتنظيم ضبط بالواقعة، وإذا الضحية ما عاملة تقرير طبي في الجهة الصحية اللي هي ضمن نطاق سكنها ممكن هن يحيلوها للمشفى أو يأخذوها للمشفى ويحصلوا على تقرير طبي بطبيعة الإصابات اللي تعرضت له أو مستوى العنف اللي تعرضت له، حتى يقرنوا هاي العملية مع ضبط الشرطة. الضبط يحال فيما بعد إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى بحق الفاعل. هلا أكيد في إجراءات أخرى حتى قد تكون سابقة على الدعوى، مثل مثلا منع أحيانا تصل لتوقيف الشخص الذي مارس العنف الأسري يعني. وأيضا ممكن
يتخذ القاضي عندما يحال الملف له إجراء عاجل بمنع الشخص من الوصول إلى الضحية، يعني إذا كانت هي مقيمة في الشقة مثلا بيتخذ إجراء قد يكون يصل مدته إلى 6 أشهر، وهذا إجراء يعني تحذيري بيلزم فيه الفاعل بعدم الاقتراب من الضحية أو مكان إقامته، وهذا بيكون أيضا عنده إمكانية لفرض نفقة للمرأة أو للضحية بشكل عام، لأنه قد تكون الضحية ليست المرأة الزوجة، يعني قد تكون يعني الزوج أو أخ أو أخت إلى آخره، فالضحية بإمكانها أيضا تحصل على النفقة اللازمة من الفاعل بقرار من القاضي، وهذا بيقترن مع منعه من الوصول للضحية ضمن مسافة يعني معينة، ممكن تكون 1000 متر ضمن نطاق الجغرافي لمكان سكن الضحية. يعني كمان أنا أستاذ غزمان بدي أرجع أسألك بنقطة البداية، أو في حال أنه المرأة هي كانت عم تتعرض للعنف، هل من الوارد أنه هي إذا قدرت توصل لتليفون أو لا يعني أي وسيلة تواصل لحتى هي تخبر الشرطة أو تبلغ أنه أنا حاليا عم انضرب أو عم تتعرض للعنف وبحاجة مساعدة، مع مين هي لازم تتواصل حتى يكون في تدخل خلينا نقول بشكل قانوني أو بشكل يعني منظم من قبل الأشخاص الحاكمين على الأرض؟ هلا إذا على مستوى تركيا طبعا في رقم البوليس معروف، يعني البوليس النشط اللي هو يقال أو يسمى إمداد، يمكن بعتقد الرقم 115 على ما أذكر هو رقم البوليس، أي نقطة بوليس ممكن التواصل معه والإبلاغ عن الحالة. هلا أنا الحقيقة شفت أول مبارح أو مبارح يمكن فيديو عن تطبيقات مطورة لموضوع التواصل من الضحايا بأقسام الطوارئ يعني وخدمة البوليس في موضوع العنف ضد الأسرة، أنه قد تكون الضحية لا تستطيع التحدث أصلا، صحيح، فبإمكان طلب الرقم فقط دون أن تتحدث، هن بيوجهوا لك كلام بتجاوب عليه بالأرقام، يعني هل أنت ضحية اعتداء مثلا، ممكن تضغط على الرقم 55 مثلا فبيفهموا أنه هي ضحية عنف، أنت بحاجة لدعم من البوليس تضغط على رقم مثلا 66 لنفرض، فيعني العملية عم تتطور تقنيا بحيث أنه الضحية إن كانت عاجزة عن التكلم بالتليفون فقط بإمكانها تستخدم لغة الأرقام لحتى يفهم المتلقي أنه هاي الضحية بحاجة إلى دعم. نأمل أنه مثل هيك تطبيقات تأخذ طريقة، وأكيد رح تأخذ طريقة في المستقبل القريب، يعني إن شاء الله. يعني هي فعلا تطبيقات من الممكن أنه هي تسهل عملية الوصول للإبلاغ في حال حدا كان عم يتعرض للعنف، ويكون يعني هي تكون طريقة لحتى يقدر الشخص يحافظ على حياته. فيما بعد ضبط الشرطة أستاذ غزوان، أو فيما بعد الإبلاغ، شو هي الخطوات اللي يعني لازم تكون أو لازم يمشي فيها المسار القانوني؟ وهل اليوم النساء الموجودات على الأراضي التركية السوريات في حالية ما كانت بتملك كل الأوراق الثبوتية اللي يعني بتخولها أنه هي تقدم هذا الضبط، هل بتقدر تبلغ أو لا؟ تماما. هلا بالنسبة للإجراءات، طبعا مجرد تم تنظيم ضبط الشرطة مرفق مع التقرير الطبي يتم إحالته إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى وفق التوصيف المناسب للفعل، يعني قد يكون أحيانا النتيجة اللي أفضى إلى العنف قد تكون القتل، يعني قد تكون الضحية مقتولة، أو قد يكون يعني إصابة بليغة خلفت فيها عاهة مثلا، أو يعني بحسب التوصيف بيتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، فبالتالي العقوبة
تختلف بحسب مستوى الجرم، يعني إذا كان إيذاء بسيط يختلف أو تختلف عقوبته عن الإيذاء اللي أفضى إلى عاهة أو أفضى إلى عطل عن العمل لمدة طويلة، هذا بيعني إنه الإصابة كبيرة جدا، وقد تكون يعني تفضي المسألة إلى وفاة لا قدر الله. فمثل ما قلنا يعني العقوبة بتختلف بحسب طبيعة الإصابة ومستوى العنف. بجميع الحالات العقوبة دائما بهي الحالة بتكون يعني مشددة وغير قابلة انه الفاعل يحصل على أسباب مخففة للعقوبة. يعني بالعادة القضاء يملك انه يمنح للفاعل أسباب مخففة أو يحكموا مع وقف التنفيذ أو إلى آخره، لكن بمثل هيك جرائم غالباً أو قطعياً يعني بيكون العقوبة مشددة ولا يحق للقاضي منح الفاعل الأسباب المخففة، لسبب أساسي إنه نحن عم نحكي على جرائم عم ترتكب ضمن نطاق الأسرة، ودائما أي جريمة ضمن نطاق الأسرة بتكون عقوبتها مشددة. يعني القتل العمد أو القتل أو الفعل اللي بيفضي إلى قتل الضحية في الحالة العادية قد يحكم مثلا 20 سنة، بالحالة اللي هي عنف أسري يحكم بعقوبة مغلظة ربما تصل إلى الحبس المؤبد مثلا. فيعني بهي الحالات ما بيكون للجاني أي أعذار مخففة أو بيتم الأخذ بهي التفاصيل. اسمح لي أستاذ غزمان أن نروح مع بعض لفاصل صغير ونرجع لك في بحوارنا. تمام. عم تسمعوا إعلاناتكن على 98.5 FM على روزنا. سليم، أخيرا لقيت مدرسة كتير ممتازة بتدرس 3 لغات، عربي وإنجليزي وتركي، وبتعتمد المنهاج الأمريكي والعربي. أول مدرسة بغازي عنتاب حاصلة على هيئة الاعتماد الدولي آيا. ممتاز. وفيها ملاعب؟ إيه لكن فيها ملاعب مفتوحة وصالات رياضية مغلقة وخطة واضحة للأنشطة البدنية والحركية، وفيها مختبرات علمية كمان. وسمعت إنه عاملين خصم لأول 100 طالب. بقومي خلينا نلحق نسجل لنستفيد من هالعرض. مدارس الإبداع الدولية الخاصة من الطفولة وحتى الثالث الثانوي، تركيا، غازيانتاب، جانب إبراهيم مول. للاستفسار 0537-77-72-102. شركة مرجان للشحن والخدمات اللوجستية، للشحن البري والجوي والبحري. نقدم خدمات الشحن الكاملة والجزئية والطرود والظروف البريدية من داخل تركيا وإلى جميع أنحاء العالم. مختصون في التخليص الجمركي داخل وخارج تركيا. نتميز بالشحن من الباب إلى الباب في كل من السعودية، دول الخليج وصولا للسودان، كافة المحافظات السورية ولبنان، ألمانيا وكافة الدول الأوروبية. غازي عنتاب، غازي مختار باشا، هاتف 0537-614-9832. مرجان للشحن، خبرتنا في خدمتكم. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555-00-32-888. تحياتي
تحياتي للجميع ولكل مين معنا على السمع. مستمرين اليوم نحن بحلقتنا بإنتي أدهى عن العنف ضد النساء وكيف نحن بنقدر ندعمهم بالشكل القانوني والشكل النفسي وبأي وسيلة دعم نحن فينا نقدمها لألون. أكيد جاهزين لحتى نقدم هذا النوع من الدعم. فيكن تتواصلوا معنا وتعطونا آراءكم وتشاركونا بحلقتنا على الأرقام 0-93-5-52-38 وعلى 0-58-4-47-65 وعبر سكايب روزانا.gzt أكيد لحتى تشاركونا بحلقتنا. بالعودة لك أستاذ غزوان، يعني كمان بدي أسألك في حال اليوم لم يكن هناك يعني في حال كانت السيدة عندها أطفال، سيدة سورية مقيمة في تركيا، هل هون حاليا هي بتمتلك القدرة على أو أنها هي في حال لجأت للجهات المختصة، هل هناك دار للمعنفات من الممكن أنه هي تلجأ إليه يحميها هي وأطفالها؟ شو يعني الوضع القانوني له للأطفال؟ تمام. هلا في الشق الثاني من سؤال حضرتك قبل الفاصل اللي يتعلق بانه قد تكون الضحيه سوريه وربما لا تكون تحمل الاوراق القانونيه، هل ما هي الوسائل؟ هلا بالنسبه للضحيه لما بتكون سوريه نفس الاجراءات اللي حكيناها واللي يعني تنطبق عليها بالضرورة لأنه هي مقيمة على الأراضي التركية وبالتالي بينطبق عليها القانون التركي. هلأ قد لا تكون تحمل الأوراق القانونية الخاصة فيها، هذا ما بيلغي أحقيتها بأنه تتقدم بالشكوى وتلجأ لكل الوسائل اللي ممكن تحصل فيها على الحماية بالسبل اللي حكينا فيها قبل شوي، منها الوصول. وهذا بيقودنا للجواب على سؤال حضرتك اللي هو انه المديريات الإقليمية للأسرة والسياسات الاجتماعية بتوفر هذا المأوى للنساء سواء كانوا الضحايا النساء تركيات أو سوريات، يعني لا فرق في الموضوع لأنه مثل ما قلنا القانون يطبق على كل من هو متواجد على الأراضي التركية صرف النظر عن توصيفه، هل هو مواطن أم هو مقيم أم هو لاجئ أو أي صفة. المديريات الإقليمية بتوفر مأوى للنساء وللأطفال إن كانوا الأطفال معها، ويمكن إلى أنه تتحصل على حقوقها من خلال المشورة القانونية اللي بتقدمها تلك المديريات واللي أيضاً بتوصلها مع نقابات المحامين، مثل ما أن اللي عندهم مجموعات عمل مختصة بهذه القضايا بتقدم خدمات مجانية وتطوعياً بدون ما تتحصل على أتعاب من المدعي، يعني سواء كانت سيدة أو رجل، يعني طالما أنه لا يملك الإمكانية المالية لتوكيل المحامي. بس يعني هون بدي أسألك كمان، يعني مثل ما يعني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة السيدة آية وعمر اللي تعرضت للعنف الزوجي، آية هي لا تمتلك الأوراق الثبوتية اللازمة وقالت أنه هي وقت اللي حاولت أنه هي تلجأ للشرطة أو للبوليس لحتى تقدم كان في كتير عوائق لأنها هي بتمتلك بطاقة الحماية المؤقتة أو الكملك الأبيض اللي هو قديم جدا وتم استبداله يعني مثل ما هو معروف. فهون هل هي يعني من الممكن هذا الموضوع يأثر أو لا هي رح تحصل على الرعاية، رح يتم تأمين مكان لها حتى وإن كانت لا تملك بطاقة الحماية المؤقتة أو لا تملك الإقامة السياحية؟ بداية أنا ما بعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الحيز المناسب لمعالجة مثل هيك أمر، لأنه قد يكون له على المستوى الاجتماعي والأسري حتى مردود عكسي. هلا أنا بقدر بفهم أنه ممكن الإنسان يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بالحشد والمناصرة للقضية نفسها، يعني قضية العنف الأسري بشكل المجرد، يعني بحالة المجردة وليس بحالة خاصة محددة فيها الأسماء
والأطراف. يعني هذا بشوفه أنه الحقيقة يسيء للأسرة أولاً، قد يكون حصل خطأ، قد يكون أنه الضحية يعني عانت، هذا يعني ما بنعرف نحن الحقيقة. حصل لغط كثير في مثل هاي الحالة اللي نحن بصددها، وأنا من حيث المبدأ قلت رأيي أنه أنا ضد استخدام وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لقضايا محض شخصية ومحددة أطرافها، إنما ممكن استثمار هاي الوسائل بحشد ومناصرة لقضية العنف ضد المرأة أو قضايا العنف الأسري بعموميتها. هذا من حيث المبدأ. الناحية الثانية يعني اللغط اللي أثير في هذا الموضوع الحقيقة بتضمن كثير معلومات مضللة. السيدة المذكورة لديها الوثائق القانونية اللي من خلالها فيها تتقدم بشكوى الرغبات، وأعتقد أنه في كان شكوى، ونحن هون أنا بتقديري لسنا بصدد تماماً يعني تماماً العالم. يعني هو كمثال نحن عم نطرح اليوم في حال لا تمتلك النساء قضية بعموميتها. أي سيدة لديها وثائق سواء كان كملك أو إقامة سياحية أو إقامة عمل تعرضت إلى العنف، يمكن لها اللجوء إلى الآلية اللي حكينا عنها طلبا للحماية، ويمكن لها اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف. هذا على المستوى أنه في حال توفرت هاي الوثائق. عندما لا تكون تلك الوثائق موفرة يتم تغليب الحالة على الوضع القانوني للضحية، بمعنى أنه الشرطة ستنظم الضبط وتحيله إلى القضاء، وستستصدر لتلك السيدة وثيقة لشرعنة وضعها القانوني، بمعنى في حال لم يكن لديها أصلاً وثيقة. واليوم نحن الحقيقة على الأقل مضى على كل من هو موجود بتركيا على الأقل 3 سنوات بالحد الأدنى، يعني آخر دفعات ممكن تكون دخلت البلد هي من 3 سنوات. طيب من 3 سنوات إلى الآن لا أعتقد اليوم في حدا ما عنده وثيقة قانونية يقدر من خلالها يمارس حياته الطبيعية في هذا البلد، ويلجأ بنفس الوقت عبر هاي الوثيقة القانونية إلى المؤسسات الرسمية لمعالجة أي قضية، ومن ضمنها بطبيعة الحال العنف الأسري. فبالتالي لا أعتقد لأنه في يوجد أحد اليوم على الأراضي التركية ليس لديه وثيقة قانونية تشرع وجوده، والحالة اللي ذكرناها كما أسلفت لديها الوثائق القانونية حتى لو كانت الكملة قديمة سيتم استبدالها، لأنه نحن أمام واقعة جرمية لا يمكن التغاضي عنها. سيقوم البوليس بوظيفته وينظم الضبط حتى لو كان الكملك التي تحمله هو قديم ولم يتم استبداله. يعني كمان ختاما استاذ غزوان، انا حابه اسالك، المخاوف كبيره لدى السوريين بانهم يلجأوا للقضاء، مثل ما ذكرنا بسبب احيانا انه يكون في بعض الاوراق الغير مكتمله، او حتى احيانا انه في حال لجأوا للقضاء بخافوا يرتبط الموضوع او تكون النتيجه هي الترحيل. هل يعني من الممكن يكون في هاي الاجراءات، او يعني تتسكر القضيه وتتاخذ يتم اتخاذ قرار الترحيل بس بدون اي محاسبه للجاني او بدون اي تفاصيل تانية، ويبقى هيك الموضوع معلق، او لا هو ما بيندرج هذا السياق وبيكون في تحقيقات في القضيه؟ لا ابدا. يعني اولا من الخطا يعني التفكير على انه لن نلجا الى القضاء او الى قسم البوليس لانه نحن منخاف يرحلونا. طالما الانسان وجوده في البلد قانوني ومشرعا ما عنده اي مشكله في هذا الامر. يعني هلا اللي ما عنده وثائق قانونيه في الوقائع الجرميه لا يتم التغاضي عن الفعل،
يعني يؤخذ منه على أنه إخبار على الأقل، ويتم التعاطي مع الموضوع وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة الملف إلى القضاء، وإن كان هناك وغالبا هناك الإمكانية لشرعنة وضع هذا الشخص سيتم شرعنته، يعني طالما هو موجود على الأراضي التركية حتى لو ما معه وثيقة فيتم تنظيم وثيقة له، يعني كملك جديد إذا ما معه كملك أصلا، إلا إذا في حالات تم ترحيل الأشخاص سابقا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالإرهاب أو غيره ودخلوا بطريقة غير مشروعة، يؤخذ منهم البلاغ على أنه إخبار عن واقعة جرمية، ويتم بقى التعاطي مع الجانب الآخر اللي هو أنه اليوم أنت موجود بطريقة غير شرعية ولا يمكن شرعاً وجوده، يعني من تم ترحيله لهي الأسباب لا يمكن إعادة شرعاً وجوده لأنه تم ترقيم قيوده وتم إلغاء الحماية اللي كانت ممنوحة له، وبالتالي يتعين ترحيله مرة أخرى، هذا أكيد. نعم. كمان يعني أنا في معنى أسئلة، ولكن رح روح لآخر سؤال اللي هو في حال أنه قررت السيدة رفع دعوى طلاق بعد الشكوى والضبط، إلى أين تتجه وما هي الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملة الطلاق؟ هلا إذا الزواج معقود في تركيا أو الزواج معقود في سوريا، في جميع الأحوال اللجوء هو إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق، إما يكون الطلاق رضائيا باتفاق بين الطرفين، يعرض القاضي عليهم فترة معينة ل يعني ربما أملا بصلح معين، إن لم يحصل هذا الأمر واتفقوا رضائيا على الطلاق يوثق الحالة وفق الاتفاق اللي اتفقوا عليه في عملية الطلاق، وإن ما كانوا متفقين يكون الطلاق قضائي، بمعنى يحق لكل طرف سواء الرجل أو المرأة اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب يعني فك عرى الزوجية والانفصال. بالتالي المرجعية هي محكمة الأسرة أكيد. هلأ شو الترتيبات أو الأوراق؟ أولا الأوراق هي أكيد صك الزواج، ما يثبت شخصية الشخص يعني الإقامة أو الكملك أو غيره، العناوين يعني الوثائق الأساسية اللي بتحدد الاختصاص لتلك المحكمة يعني، وبتحدد الرابطة اللي بتربطهم مع بعضهم، يعني لما عم نقول طلاق معناه ذلك في حالة زواج أصلا، وبالتالي مطلوب صك الزواج. إن كان الزواج معقود في سوريا فمطلوب أنه يكون هذا صك الزواج مصدق من وزارة العدل والخارجية، ثم مصدق من القنصلية ومترجم ومصدق من النوتر، بالإضافة إلى إذا في أولاد بيان قيد عائلي من النفوس في سوريا، ونفس العملية مصدق ومترجم أخيرا ومصدق من النوتر. هاي الوثائق ضرورية لتوفير الصفة القانونية للمتقاضين والرابطة اللي بتربطهم اللي عم يطلبوا فصل عراها، وإذا في أولاد من أجل الفصل في النزاع حول أحقية أي طرف في الحضانة للأولاد، وتحديد يعني إذا في حضانة للأم مثلا تحديد النفقة اللازمة للأطفال، والنفقة اللازمة إلى يعني لفترة معينة باعتبار أنه لم يصدر حكم بالانفصال في هذا الموضوع. معنا اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، يسعد أوقاتك. بس أنا حابب أحكي مع المهامي. تفضل بس عرفنا عن حالك، مين معنا؟ معك محمد. محمد علي. أهلا وسهلا فيك يا محمد. تفضل محمد، شو سؤالك؟ يعطيك العافية أستاذي الكريم. أستاذي الكريم، أنا عندي ثلاث أولاد، أنا وزوجتي تركنا بعض، تمام، مشاكل أهمال في البيت من هالأمر هذا،
فانا مثلا اذا صار بيناتنا محكمه ولا انا فيني احصل الاولاد، انا لاني اللي زوجتي منا اهمال كثير للبيت، اهمال للاولاد، اهمال للتربيه، اهمال يعني اهمال في كل شيء. يعني انا بهالامر هذا معي شهود، وهم الشهود من قريبين هي غرب، يعني عشان ما يصير اني مثلا هذول من طرفك عم شدوا معك. يعني وضع البيت اللي عندي كثير سيء وكثير متدمر. يعني انا اضرب مثال اني زوجتي عم تعيش الاولاد بالبيت، اولادي صغار وبيطلع برات البيت، عرفت علي كيف؟ وكانوا الجيران شاهدين هالمشكله هاي. انا طلعتها على هالاساس اني عرفت اولادي بالبيت وطلعت برات البيت، وانا ولد بلكي ضرب يعني اخ ضرب اخوه سكين مثال، اولاد صغار بتعرف تتمن هالاولاد غير زمان قبل. سؤالك صديقنا، يعني هل انتوا في يعني في مرحله الطلاق، او انت حابب تعرف اذا فيك تاخذ الاطفال، موضوع الحضانه؟ انا طلعت، انا خلص يعني طلعت وعطيتها مقدمه واخرا، نعم، وهي اخذت اغراض من بيتي بقيمه 15000 ليره، شالت لي اغراض البيت والمصروفات بالبيت هي وابوها وراحوا. فيما يخص الاطفال استاذ غزوان، السؤال انا يعني هو سؤاله يعني عن حضانة الاولاد، الاولاد عنده ولا عندها؟ ما سمعت لأمه. الاطفال هن مع الام، هو حابب يسال اذا بيقدر يحصل على حضانة الاطفال. هلا اول شيء اذا الطلاق هو مجرد يعني طلاق بيناتهم بدون ما يكون موثق بشكل، فالمفروض توثيق الطلاق، يعني بمعنى يصدر قرار قضائي بهذا الطلاق، هي اولا. ثانيا القاضي هو صاحب القرار في منح الحضانه على الاولاد سواء للاب او للام. انت من حقك تعرض اللي حكيته امام القاضي وتدعم روايتك بالشهود اللازمة حتى تحسن تتحصل على قرار قضائي بأنه ترعى أنت الأولاد، وتقدم ما يثبت أنه أنت الأكفأ والأقدر على رعايتهم. والقرار من حيث النتيجة هو قرار للقاضي، لا أحد يملك أنه يقرر لوحده أنه أنا إلي الحقية، لا أنا إلي الحق. لا انا ما عم اقول اني انا لي الحقيه، انا عم اقول اني اهمال الاولاد واهمال البيت، هذا الشيء شوي عم دمر لي الاولاد. ويعني انا يعني انا صار بيناتنا الطلاق اخر شيء مشان هالامر هذا، اني اهمال للاولاد واهمال للبيت. انا اللي عم اقوله انه حضرتك لازم تعرض الشيء اللي هلا حكيت لنا اياه على القاضي، وتطلب بموجب هذا العرض انه انا خشيتي على اولادي وعلى تربيتهم وعلى كذا تدفعني انه طالب بانه انا اكون الحاضن لاولادي وانا اقدر على رعايتهم، لانه انا متفرغ لهم ساعات معينه، عندي امكانيه ماليه انه الحقهم بمدارس او الحقهم بتعليم مهن اذا سنهم بيوجب ذلك. يعني كل هاي القضايا بيتم عرضها أمام القضاء، والقاضي هو اللي بيقرر مين صاحب الأحقية لرعاية الأطفال. كل الشكر لك محمد لمشاركتك معنا ولاتصالك، وإن شاء الله تقدر يعني تحلوا أموركم وتوصلوا لحل يرضي الطرفين. تحياتي لك أستاذ غزوان، بدي أتشكرك اليوم لحضورك معنا وللمعلومات القانونية اللي أفدتنا فيها، وأهم الأرقام التواصل اللي بتقدر النساء والسيدات الإبلاغ من خلالها في حال تعرضوا للعنف. كل الشكر لك ولحضورك معنا اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي للجميع. كل الشكر. رح نروح لفاصل صغير ونرجع لنكفي. مدارس الإبداع الدولية، عالم من المعرفة بين يدي أبنائكم. 0530 77 77 102. ما
بدي أقول صباح الخير كمان لكل الأصدقاء اللي عم يشاركونا عبر البث المباشر بالتعليقات. تحياتي لسميرة اللي عم تقول اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي دليل، خليني بس لأنه التعليق مو كتير واضح عندي، اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي دليل عجز وفقدان الأمل في الوصول إلى الحق، ولكني أراه يفاقم المشكلة ولا يحل. لو كان هناك قانون يحفظ لكل مواطن حقه لما حدث مع الناس ما حدث. سميرة، على الرغم من وجود يعني نساء عم تتعرض للعنف في بلاد فعليا بيحكمها القانون وبيدعم النساء، ولكن مع الأسف لا يزال وجود حالات عنف، نساء عم تتعرض للعنف، احصائيات كتير بتثبت هذا الموضوع. رح نحكي كمان بتفاصيل اكثر في هذا الموضوع مع ضيوفنا اللي هن عم يشاركونا على مدار ساعتين من الوقت بحلقتنا لليوم بانتي ادهم. أكيد فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على الأرقام اللي عم تظهر من خلال الشاشة لحتى تشاركونا بحلقتنا لليوم، في حال عرفتوا أو سمعتوا أو شفتوا إحدى النساء عم تتعرض للضرب، هل رح تتدخلوا أو شو هي الوسائل اللي ممكن تاخدوها لحتى تأمنوا للحماية؟ قبل ما ننتقل لضيفنا اللي بحلقتنا لليوم، ضيفنا الثاني، أحب نوه أنه للأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا عبر سكايب نعتذر ما عم نقدر ناخذ الاتصالات لأنه نحن عم نتواصل مع ضيوفنا الكرام من خلال سكايب، ففيكن تتصلوا فينا عبر واتساب لحتى تشاركونا. بيبقى السؤال المهم اليوم، السيدات اللي بالداخل شو مصيرهم في حال عم يتعرضوا للعنف الزوجي؟ لنحكي عن الكيانات القانونية اللي من الممكن أنه هي تحمي النساء في الداخل السوري. بيسعدني أنه ينضم لألي وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة السيد عبدالله. أهلا وسهلا فيك سيد عبدالله معنا اليوم. أهلا بكم جميعا، أسعد الله صباحك بخير. يسعد أوقاتك. اليوم سيد عبد الله، مين هي اليوم المؤسسات القانونية التابعة للحكومة السورية المؤقتة اللي من الممكن أنه تلجأ لها النساء في حال تعرضوا للعنف؟ يا سيدتي الكريمة، المجتمع السوري هو الذي يعيش الآن في المنطقة المحررة نفس حياة التي كان يعيشها فيما قبل الثورة. لدينا منظومة قانونية كاملة تنظم عمل المجتمع كاملا بما له وما عليه كل فرد وكل فئة مهمة، وبالتالي نحن أمام منظومة قانونية هي المنظومة القانونية السورية التي تنفذ أيضا في الداخل السوري. نعم. فيعني هل فينا إذا يعني منسمي بالمسميات اليوم في حال اليوم المرأة هي تعرضت للعنف الزوجي أو تعرضت للعنف الأسري، هي بتقدر اليوم تروح تبلغ مين؟ بتقدر تبلغ على أي رقم فيها إذا هي ما كانت قادرة للوصول؟ هل في آلية من خلال أرقام إن هي تتواصل لحتى تبلغ عن الشيء اللي عم تتعرض له؟ كما تعلمون الحياة في المنطقة المحررة لا تزال تنقصها الكثير من مقومات التنظيم، إلا أن ما يجري عليه العمل حاليا
هو المرجعية القانونية كما قلنا. لكن حتى أخوتنا والقسم المجتمع السوري الذي يعيش في بلاد المسوح توجد لدينا أكثر من هيئة تلجأ إليها المرأة في حال تعرضت إلى العنف. مثلا لدينا مجلس الإصلاح الأسري الذي يعمل تحت إشراف المجلس الإسلامي السوري. أيضا هناك كانت موجودة في الحكومة السابقة هيئة الأسرة. هذا فيما يخص ويتعلق بالشق الكبير الذي يعيش من المجتمع السوري في بلاد النسوح كلها. أما في الداخل السوري طبعا لا توجد لدينا منظمة نسوية أو منظمة متخصصة بالمرأة ونشاط المرأة واحتياجات المرأة. يعني أنا هون بدي أوقف يعني أسألك، مجلس الإصلاح الأسري وهيئة الأسرة، هون نحن عم نحكي هاي الكيانات وين متواجدة أو لا، أو نحن عم نحكي في أي وقت؟ مجلس الإصلاح الأسري موجود في كل ولاية، له فرع في كل ولاية من تركيا التي يتواجد فيها العدد الكبير من السوريين، يوجد في مكتب للإصلاح الأسري، وكما قلنا هو يعمل بمرجعية المجلس الإسلامي السوري. هذا كنشاط، كان هذا النشاط الاجتماعي منتخب عن جهود الأخوة الموجودين في تركيا. أما بالنسبة لهيئة الأسرة فكانت كما قلت موجودة في الحكومة السابقة لكن الآن غير موجودة. كما ثبت أنه يعني عدم جدواها في الحقيقة، نرى تراجع كبير في دور المرأة في العمل الجماعي. المجتمع لا يقوم على جهود الفرد كما نعلم، ولا على جهود فئة معينة، ولا على جهود قسم منه. لكن هناك كما قلت في تراجع في العمل النسوي، لا من جهة التنظيم أو من جهة التواجد في حل المشاكل وإثبات هذه الموجودين. هل هيئة الأسرة هي كانت تقدم يعني شو هي الخدمات اللي كانت يتم تقديمها من خلالها، وليش تم حلها أو تم إلغائها؟ كما قلت عدم وجود نشاط فاعل حقيقي للإخوة للأخوات هذا المجال أدى إلى تقريبا إطفاء هذا الدور. لكن مجلس الإصلاح الأسري موجود، لا وكما نعلم أن حتى في تركيا هنا في حال وقوع أي خلاف أو عنف على المرأة تلجأ المرأة إلى السبل القانونية ابتداء بالشريط. ولكن سيد عبد الله اسمح لي، يعني نحن عم نحكي عن مجلس الإصلاح الأسري في الدول اللي، إذا عم نحكي عن تركيا هي دولة يحكمها القانون، فينا المرأة تلجأ لإله ويتم الاحتكام لإله. ولكن نحن إذا عم نحكي عن الداخل السوري، هيئة الأسرة ذكرت إنه كان موجود هذا الكيان، ولعدم فاعليته تم حله أو تم إلغاء المهام اللي عم يقوم فيها. هل يعني كان من الأجدى إنه يتم تفعيل نشاطات أو العمل على تحسين أداء هي الهيئة أو إلغاء وبقاء النساء يعني بحالة عدم وجود كيان تقدر أنه هي يكون عندها الثقة المتبادلة معه وتقدر تلجأ لإله في حال تعرضت للعنف؟ طيب. كما تعلمون الإمكانيات المتاحة للحكومة السورية المؤقتة محدودة جدا جدا، وبالتالي إن أي تنظيم أو عمل بنشاط هذا في هذا الاتجاه يحتاج إلى كما تعلمون مقومات. هذا الأمر غير موجود وغير متوفر وليس متاحا حتى في الأيام الحالية. لكن نحن في على مستوى الحياة في الداخل في المناطق المحررة السورية، فإن المرأة كما تعلمون نحن مجتمع شرقي، تلجأ أولا هي وذويها إلى أهل الحكمة وأهل العلم وأهل التجربة في حل المشاكل إذا وقعت. على فكرة في هذا السياق أرى أن العنف ضد المرأة انحسر كثيرا عما كان في قبل الثورة.
أنا عملت في العمل القضائي في المجال القضائي منذ عام 2013، من بداية عام 2013 حتى تكلفت بعمل الوزارة. نسبة أو ما يقال أن وقوع عنف على النساء والله وبدون مبالغة أو مجاملة يكاد ينعدل، حيث كما تعلمون أن الناس اليوم أكثر ما يشغل بالهم ويشغل أهمهم اليومي هو تأمين لقمة المعاش، تأمين الحرية الحقيقية بالتحرر والسعي نحو هذا المجال. وفي هذا المجال يشرفنا دور المرأة السورية التي قامت بواجب كبير جدا تجاه الثورة السورية وتشكر عليه، فهي أم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد. أكيد. ولكن يعني حابة أوقف عند نقطة أنك ذكرت أستاذ عبدالله أنه خلال الثورة السورية انحسر العنف ضد النساء، أو خلينا نقول تراجعت النساء برأيك. اليوم بالمقابل نحن عم نشوف على منصات التواصل الاجتماعي إعلاء الصوت، يعني خروج النساء للأفصاح عن العنف اللي عم تتعرض له. هل بتشوف اليوم يعني المنصات القانونية أو الكيانات القانونية الموجودة على الأرض اليوم بالداخل السوري المحرر قادرة على اليوم على تحصيل حقوق النساء اللي عم يتعرضوا للعنف أو اللي عم يقرروا أنه هن يقوموا بالإبلاغ أو الإفصاح؟ لا شك، فالمرأة في الداخل السوري موجودة كطبيبة، موجودة كمهندسة، موجودة كمحامية، موجودة معلمة، موجودة في كل مفاصل الحياة. وبالتالي حيث أننا نطبق منظومة القضاء السوري، منظومة القوانين السورية بمرجعية دستور 1950، فالمرأة تستطيع بكل سهولة ويسر اللجوء إما إلى القضاء أو إذا كان هناك أمر يتعلق بالإيذاء والأمر الجنائي فاللجوء إلى الشرطة، وطبعا إجراء التحقيقات الكاملة ومن ثم اللجوء إلى القضاء. نحن نفتقر إلى مقومات حقيقية للسجون، فما بالك بمقومات حقيقية لتنظيمات نسوية أو منظمات المجتمع المدني كاملة. إن المنظمات المجتمع المدني الآن في الداخل السوري هي جهود فردية. ففي على سبيل المثال نقابة المحامين أو نقابة المهندسين أو نقابة الطباء لا يوجد أي ممول لها. والآن لا أخفيك سراً، نحن أمام مساعي حثيثة لتنظيم أو تشكيل منظومة نسوية تعنى بأمر المرأة السورية. وإن شاء الله سنبحث عن جهات داعمة ولو كان عن طريق المنظمات الدولية أو إلى ما هناك. لا غنى أبدا عن الجهود الذاتية لكل تنظيم عن لدينا في الداخل. ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي أنه أثناء التحكيم أو في حال إبلاغ النساء بيكون يعني تطبيق القوانين أو الاستناد هو القوانين السورية، ولكن بالمقابل لحد الآن هناك الكثير من الدعوات على مدار سنوات لتعديل أو تغيير أو عدم العمل بالقوانين الغير منصفة للنساء بالقانون السوري، واللي هي بتعتبر من أهم المطالب النسوية. لحد الآن ما تم هذا التعديل ويتم الاستناد إلى القانون السوري، شو السبب؟ هل من الممكن مستقبلا أنه يتم تعديل هاي القوانين لوضع قوانين منصفة للمرأة؟ شو التحديات والحيثيات؟ كما تعلمون نحن أمام فراغ تشريعي، فالمنطقة المحررة كما قلنا هي عمل جماعي يقوم به النشطاء الذين تصدوا وحاولوا بناء مجتمع متكامل. وبالتالي نحن في هذا الفراغ التشريعي لا يمكن لنا سن القوانين، فنحن اخترنا القوانين السورية مرغمين، ومع الإشارة إلى أن القوانين السورية وخاصة بمرجعية دستور 1950، أي إذا استثنينا القوانين السياسية أو النصوص التي لها صبغة سياسية، فإن القانون السوري
من القوانين الراقية والتي تضبط عمل المجتمع بشكل صحيح. لا يوجد لدينا، أنا عملت محاميا قبل الثورة 19 عاما، لم يكن لدينا أي مشاريع لتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة. فكما تعلمون نحن مجتمع شرقي أولا، ويغلب على المجتمع السوري أنه يعني أنه من المسلمون، من المسلمين عفوا. وبالتالي الشريعة الإسلامية تفرض نفسها في حكم علاقة المرأة بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالمرأة. هذه العلاقة المتبادلة لا يمكن يعني المجازفة بثبوتياتها وأساسياتها المنبثقة عن العقيدة، هذا من جانب. هل يعني هون في حال إثبات العنف أو يعني إدانة الجاني نحن يعتبر الموضوع هو انبثاق عن العقيدة أو الخروج عن الدين الإسلامي أو تحدي يعني للبيئة المجتمعية اللي بتكون فيها المرأة؟ لا طبعا، بالنسبة للشق الجزائي من الحياة، نحن العلاقة مع المرأة في هذا المجال شقين. هو الشق المتعلق بالحقوق الزوجية، وهذا ينظمه قانون الأحوال الشخصية. أما في حال التعدي وهذا أمر جزائي أو جنائي، وبالتالي هذا الأمر يحكمه قانون العقوبات. التعدي هون تحديدا يعني في بعض النقاط بالقانون السوري فيما يخص موضوع التعدي هي غير منصفة للمرأة، يعني لحتى يعتبر تعدي أو يعتبر هي تعرضت للعنف هي لازم يكون يعني خلينا نقول أو مثل ما بينص القانون لازم يكون في إصابة أو تعطل عن العمل لمدة معينة أو من الممكن أنه يكون في إصابة واضحة. فهون يعني هي النقطة اللي نحن عم نحكي، وذكرت حضرتك أنه الداخل السوري أو حاليا المنظومة عم تعيش بفراغ تشريعي. شو المقصود بالفراغ التشريعي؟ المقصود بالفراغ التشريعي أولا عدم وجود هيئة تشريعية لها الحق بتعديل او يعني اصدار قوانين جديده. هذا الامر قد نكون بحاجه اليه في بعض جزئيات القانون، لكن نحن امام فراغ تشريعي. لا يوجد لدينا لا مجلس شعب ولا مجلس منتخب يعبر عن اراده المجتمع كاملا حتى يطلع بهذه المهمه، وبالتالي نحن اخترنا القانون السوري. في هذا الصدد ما يطبق في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام هو ما يطبق في مناطق المحررة. وأعيد وأكرر أن القانون السوري ليس من القوانين السيئة بمنظومته كاملة، ليس إلا ما تعلق منها بالشق السياسي. فهذا يعني أيضا على سبيل المثال نقول الشق السياسي، يعني مثلا قانون التأمين مثلا، هل هذا القانون ينطبق مع حقوق الإنسان التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في حقوق الإنسان أو الحقوق العادلة أو القواعد القانونية الدولية؟ طبعا لا. هنا نقول أن الشق السياسي من القوانين تم إغفاله، وبالتالي يعني مثلا تشكيل المنظمات المجتمع المدني كان تغولا لدور حزب البعث العربي الاشتراكي في تنظيم في تشكيل و تقدم عمل هذه المنظمات. نحن في هذا المجال قلنا أننا نعطل الشق السياسي من القوانين التي لها طابع سياسي واضح بعد أن فرض حزب البعث هيمنته بقيادة الدولة والمجتمع، أصدر قوانين تخدم بهذا السياق. لكن يعني أنا هون اسمح لي أوقف عند نقطة أستاذ عبد الله، بما أنك عم تحكي عن الفراغ التشريعي وأنه هذا الفراغ هو المقصود فيه عدم القدرة على اتخاذ تعديلات أو اتخاذ إجراءات، ولكن بالمقابل الحكومة السورية المؤقتة بتبع لها منظومة إدارية من ضمنها وزارة التربية اللي بتم فيها اتخاذ إجراءات بالمناهج أو تعديل المناهج. ليش بهذا النوع من الوزارة أو هذا النوع من الكيانات تم اتخاذ إجراءات بالتعديلات، ولكن بوزارة العدل ما كان في أي نوع من اتخاذ الإجراءات؟
ولكن اسمح لي يعني قبل ما ناخذ الإجابة من حضرتك انه نروح لفاصل إعلاني صغير ونرجع لنكفي. ماشي. مرجان للشحن، للشحن البري والجوي والبحري، خبرتنا في خدمتكم. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الوزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة استاذ عبد الله. سؤالي لك قبل الفاصل كان يندرج تحت الحكومة السورية المؤقتة مجموعة من المنظومات الإدارية ومنها وزارة التربية، تم اتخاذ إجراءات بتعديل المناهج التربوية، ولكن بالمقابل انت ذكرت نقطة الفراغ التشريعي اللي يعني وصف بأنه هن أنتوا غير قادرين على تعديل القرارات أو القوانين. ليش بأحد الكيانات مثل وزارة التربية تم اتخاذ إجراء تعديلات ولكن بوزارة العدل ما كان في خطوة إيجابية حسب القوانين؟ يا أختي الله يعطيك العافية، سؤال لا شك سؤال بمكانه، لكن يجب أن نميز بين النصوص القانونية والبلاغات والأوامر التنفيذية، اللوائح التنفيذية. النصوص القانونية والقوانين بحاجة إلى هيئة تشريعية، أما ما يندرج تحت التعديلات التي قامت بها وزارة التعليم على سبيل المثال كما قلت لي، إنها من اللوائح التنفيذية والبلاغات الإدارية، وبالتالي لا ترقى إلى مرتبة القانون، فلم يتم التطرق إلى تعديل قوانين في هذا المجال. أما عندما نقول أننا بحاجة إلى تعديل قانون، فهذا يحتاج إلى سلطة تشريعية، إلى هيئة منتخبة كمجالس الشعب والبرلمانات إلى ما هنالك، وهذا لا يمكن في الوقت الحالي إحداثه ولا تشكيله. كما تعلمون نحن لا نزال في ثورة ولا نزال في تحديات أمام الحرية العامة أولا، حتى نصل إلى تنظيم الثورة القانونية إن كانت هناك بحاجة. معنا كمان أستاذ عبد الله، معنا اتصال خلينا ناخده. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك يا أبو نديم. يسعد صباح ست نور. وصباحك يا رب. تحياتي لسيادة الوزير، الله يسعد صباحه وإن شاء الله يضل بخير. يعني أنا بتمنى من سيادة الوزير أنه اليوم بعد 9 سنين 10 سنين من الثورة ولسه ما عم نقدر نتخذ قرار قانوني بالتشريع. يعني أغلب القوانين في الريف الشمالي هي عم تتبع للحكم للكل شيء، يعني اللي عم توقف محكوم عم برجع أولى الحكم اللي كان عليه النظام. نحن طلعنا بهالثورة هاي لنعجل بعد الحكم السوري اللي كنا عايشين عليه الظلم صراحة، إن كان بالنساء وإن كان بالتعليم وإن كان بأي ظرف إن كان. أنا بدي أحكي بس هيك أفضفض عن حوالي شوي. يعني أنا برغبة تركيا لحد الآن بتابع القانون في مدينة الباب أو بأي مجال إن كان، لحد الآن عم يلجأوا أغلب الأحكام للتشريع السوري، تشريع النظام. فاليوم بعد 10 سنين المفروض يكون في تكوين سريع، يعني مع احترام لسيادة الوزير ولكل الحكومة المؤقتة أو اللي بدها تحكم سوريا إن شاء الله، ونحن منتصرين بإذن رب العالمين. فبتمنى يعجزوا يلجأوا لحكم لأخي بتركيا مثلا، كيف عاد تحكم القوانين التركية، يبعدونا عن كل شيء اسمه نظام مشان نعرف نحن نمشي مع هالتيار هذا اللي حاكمنا، والله يعطيكم العافية. كل الشكر لك أبو نديم ولمشاركتك. فعلا سؤال بيطرح نفسه يعني سيد عبد الله، بعد كل هاي السنوات والثورة اللي هي السورية اللي هي نتجت نتيجة إنه نحن طلعنا حتى رغبة بتغيير القوانين، رغبة برفع سقف الحريات، مناصرة المظلومين، ليش اليوم لا نزال نحتكم للقانون السوري التابع للنظام؟ هذا الأمر لا يتعلق بالزمن. نحن حتى تاريخي هل نستطيع القول أننا أمام منطقة مستقرة في الداخل السوري؟ لا. أنتم ترون التعديات والتجاوزات من الجانب الروسي والإيراني الداعم لمنظومة الحكم التابع لبشار. نحن لم نستطيع أن نصل إلى مرحلة الاستقرار.
حتى يتم تشكيل هيئة تشريعية. لكن كما قلت أنا نحن لوجود الفراغ التشريعي وأيضا فراغ دستوري هل نستطيع أن نسن قوانين؟ سن القوانين يحتاج إلى فعاليات ومعايير دولية. هل نستطيع نحن الحكومة سلطة تنفيذية وليست سلطة تشريعية حتى يناط بها تعديل قوانين؟ منظومة الائتلاف السوري ائتلاف قوى الثورة السورية والمعارضة هي أيضا منظومة سياسية، لكن هل تستطيع أن يناط بها دور التشريع؟ لا. هل يمكننا في الوقت الحالي تشكيل برلمان في المنطقة المحررة؟ أنتم ترون نحن مقطعين الأوصال بين شرق الفرات وغرب الفرات ومنطقة حكومة الإنقاذ. حكومة الإنقاذ تطبق قوانين خاصة مستقلة بها، لا يوجد تواصل حتى يعني مهني أو رسمي بين منطقة حكومة الإنقاذ مع الحكومة مع منطقة سيطرة الحكومة السورية المؤقتة. فهل يعقل أن نبني وننشئ هيئة تشريعية في منطقة إدلب وما يتبع لها وفي منطقة غرب الفرات أو منطقة شرق الفرات؟ يعني بحب أسألك اليوم يعني بكل هال يعني خلينا نقول مثل ما سميتها تقطع الأوصال اللي أنت وصفته اليوم، يعني نحن بعد 9 سنين أو رايحين على 10 سنين، شو المطلوب حتى نتجمع تحت كيان واحد نقدر نكون نحن يعني نعدل القوانين بما يحمي الحريات بما يحمي النساء بما يحمي يعني المطالب اللي كنا عم نطالب فيها؟ شو المطلوب اليوم؟ سيدتي أرجو توضيح بعض النقاط التي تعتبرون فيها تجاوز من القانون على حقوق النساء. نحن هذه المنظومة قانونية متكاملة، لا يوجد فيها تعدي لا على حقوق فئة معينة ولا على جنس معين ولا على إثنية معينة. أنا أستغرب من أن كيف يعني يطرح مثل هذا السؤال. نعم نحن كما قلنا أمام منظومة قانون، والله القانون السوري من عداد القوانين الراقية والمتقدمة. نحن لم تكن العلة في القانون السوري، العلة كانت في القائمين على هذا القانون وفي الخروقات التي يفرضها كان حزب البعث أو المنظومة الأمنية. النصف لو تعترف مع واقع المجتمع إلى درجة كبيرة جدا. وبالتالي أنا أستغرب أن ما هي النصوص القانونية، ما هي القوانين التي من يعني تشكل خطر على النساء أو على فئة معينة من المجتمع؟ هذا سؤال والله أراه في غير مكاني. معنا اتصال استاذ عبد الله، رح يعني ناخذ الاتصال ونرجع ل نكفي بحديثنا. ألو صباح الخير. ألو ألو أيوة صباح الخير. صباح الخير، يسعد أوقاتك. مين معنا؟ يسعد أوقاتك. أنا اسمي أنا هنا إبراهيم من هولندا. أهلا وسهلا فيك يا أنا، تفضلي. يا هلا فيك. أنا بس كنت بدي أحكي عن موضوع اللي له علاقة بأنه هل المرأة واحدة بس المعنفة أو لا. العنف أكيد ما بيقتصر فقط على النساء، لكن قانونياً وجسدياً المرأة أكثر تعنيفاً والطفل أكثر تعنيفاً بسبب التربية والنشأة بالأساس. يعني التربية، نحن بمجتمع ربينا على العنف المنزلي على العنف المدرسي، وطبعاً كل هذا نتاج حزب البعث. يعني اللي دخل على هاي المدارس كان الأستاذ بيفوت معه عصاية. فإذا حكم القوي على الضعيف، أول شيء لازم نتخلص منه هو إعادة الصيغة للتربية. يعني حتى نحن اليوم بأوروبا بنعاني كتير، والسوريين كتير عم يعانوا من هاي المشاكل، وهذا يلي أحدث الطلاق الأوروبي. يعني لما دخلت النساء على أوروبا وصاروا يعتبروها إن هي طلبت الطلاق بس لأنها صارت بأوروبا إنه بطل يعجبها زوجها، أكيد لا، طلبت الطلاق لأنه صار في قانون بيحميها، صار في دولة بتدعمها ماديا وبتدعمها نفسيا وبتدعم أطفالها، يعني بتحفظ لها حق الحضانة لأطفالها. دولة ممنوع فيها العنف. العنف اللي بنحكي فيه هو العنف يلي
بيترك أثر على الجسم أو بيترك أثر على الوجه. ممكن يكون كمان العنف اللفظي اللي بيترك أثر بنفسية الطفل أو بنفسية المرأة، حتى أحيانا بنفسية الرجل. صحيح. فالفكرة هي أنه نحن بس نبطل نحاكم، نبطل نعطي أحكام مطلقة على الآخر بس لأنها مرأة مثلا. والنساء واجهوا حملات كتير قاسية، ونحكى عن أنه النساء طلعوا على أوروبا وبلشوا يطلبوا الطلاق أو بلشوا يتحرر. بدي أتشكرك. أنا ما بعرف نحن إذا أنت عم تسمعينا، نحن كنا ما عم نسمعك بشكل واضح. عم تسمعيني؟ تمام، هلأ عم نسمعك. عم أقول كنت إنه العنف الأسري هو السبب يلي خلى أكثر نساء تطلب طلاق بأوروبا، بلس إنه هي لقت حق تطلب طلاق. مع الأسف أنا ما عم نقدر نسمعك يعني بشكل واضح. بالعودة لألك أستاذ عبد الله، يعني حابة أسألك اليوم، إذا مثل ما يعني حضرتك عم توصف أنه القانون السوري هو ممتاز بكل تفاصيله وبكل المواد القانونية اللي بنص عليها، كيف اليوم أو كان البعث عم يأذي النساء، البعث والمنظومة الأمنية؟ يا سيدتي الكريمة، نحن أمام قيم دينية وقيم عربية. حتى في الشريعة المسيحية والشريعة اليهودية هناك احترام كما في الشريعة الإسلامية للمرأة. ما استقر عليه أو ما هو معروف لدينا في أن الشريعة الإسلامية وكذلك كافة الشريعة السماوية احترمت وصانت حقوق المرأة وكافة فئات المجتمع، ولم تسمح للرجل بالتعدي على المرأة ولا على الطفل. لكن هذا يعود إلى التربية التي هي بالأساس نشأ عليها أي إنسان سواء ذكرا أم أنثى. كما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام استوصى بالنساء خيرا حتى في خطبة الوداع، ونحن نعرف أن المرأة يغلبها لئيم وتغلب كريم، وحبذا لو كانت دائما أمام كريم. هذا يعود كما قلنا للحياة الاجتماعية التي عاش عليها الإنسان ونمى. لكن نحن في ظروف كنا نعيش ما قبل الثورة حالات الضغط والكبت المجتمعي كاملا بكافة أطيافه. هذا الذي ساهم في انحراف دور التربية للرجل وغير الرجل. لكن هل هذا مباح حتى في القانون السوري أو غير القوانين؟ لا، كان القانون السوري يتصدى لحالات العنف كما تتصدى الشريعة الإسلامية. يعني نحن إذا من فترة مو كتير بعيدة أستاذ عبدالله لحتى شهدنا التعديل بقانون الجرائم الشرف، واللي هو يعني بيحمي إلى حد ما، أصبح يحمي النساء، ولكن يعني بالسنوات الماضية ما كان هذا الشيء موجود، وكان في كتير من الدعوات لتعديل هذا النوع من القوانين. في معنى مشاركة عبر واتساب من دكتور عمار قحف مدير مركز عمران للدراسات، حب يشاركنا ويعني يعلق تعقيبا على كلامك. عم يقول في مغالطات كريم، مجموعة من المغالطات بخصوص التخفي وراء الثورة، وأنه لا يمكن تعديل القوانين، وثم القول فقط في الجوانب السياسية يمكن تجميدها. ماذا عن القوانين الجنائية المجحفة والمميزة ضد المرأة؟ ماذا عن تنفيذ التزام سوريا باتفاقية سيدا واللي هي معروفة اللي عدم يعني الموافقة عليها؟ القوانين السورية بما يخص العنف ليست الأفضل بل ربما الأسوأ عربيا وتحت تطوير كبير. هذا كان رأي الدكتور عمار قحفي مدير مركز عمران للدراسات. بدي أسألك كمان يعني الأستاذ عبد الله، بما أنه نحن عم نحكي فيما يخص القوانين اليوم، حتى يعني إذا كيانات
تحمي النساء لحد الآن ما تم إطلاقها وما تم وجودها لحتى بالحد الأدنى كحماية قانونية وحماية مجتمعية تكون موجودة لحتى تقدم هذا النوع من الدعم والحماية. أختي كريمة، الدول ذات استقرار وسيادة توجد فيها تجاوزات ومغالطات حتى في القوانين، فما بالك نحن في سوريا في المنطقة المحررة التي كما قلت نفتقر إلى وجود هيئة تشريعية، وبالتالي يعني ما بالك بمجتمع العالم كله يقف ضده ويسوقه إلى الفور. نحن رغم هذا الأمر عندما بدأنا بالعمل القضائي في المنطقة المحررة كنا نريد أن نشعر الإنسان أن له كرامة وله حق. بعد فترة قصيرة تجاوزنا هذه المرحلة وأردنا أن نشعر الجاني أو المعتدي أن هناك من يراقبه ويلاحظ عمله ويريد القصاص منه. كيف عم تكون هاي الآلية الإشعار للجاني؟ كيف عم يتم تطبيقها؟ سيدتي مع تطور العمل القضائي، يعني مثلا في بداية 2012 في نهاية 2012 بداية 2013 شكلنا المحاكم في المناطق المحررة. نحن كنا أمام خيارين، إما تطبيق القانون العربي الموحد أو القوانين أو القوانين السورية، فاخترنا القوانين السورية. القوانين السورية هي كما قلت أنا وأعيد وأكرر وأركز على أنها تتجاوز بقيمها وفضائلها على الكثير من القوانين العربية الأخرى. هل بربك هل ممكن أن نقول في الإمارات العربية أو في السعودية هناك قوانين تصل إلى درس القانون السوري؟ لا، التعدي لم يكن بنص القانون، التعدي يكون لدينا يعني التعدي ليس مشرعا وليس ولا يقره أي نص قانوني، لكن التعدي هو حدث كما تقع على المرأة تقع بمواجهة الرجل من رجل على رجل، وبالتالي هذه النصوص إن تعديلها أو حتى إلغاءها أو استحداث نصوص أخرى أو قوانين أخرى ليس بالأمر السهل، يحتاج كما قلنا إلى آليات. نحن الآن أمام لجان للدستور السوري، هل يستطيع المجتمع الدولي فرض دستور معين بهذا الاتجاه أم أنه يحتاج إلى مشاركة أهل الأرض؟ هل هذه الفئة التي تقوم الآن حاليا بذجر سياق الدستور هل مطلق الحرية في التعبير عن احتياجات ومطالب الشعب في هذه الأرض؟ إذا كان الدستور هو القانون الأم ليس بيدنا، وبالتالي نحن يعني عندما اخترنا الدستور السوري لم يكن عبثا. يعني أنا يعني بختام حديثنا أستاذ عبد الله بدي أرجع يعني أكد على نقطة، هل ترى يعني بنود أو مواد القانون السوري هي منصفة للنساء؟ في بعض المواد القانونية منصفة، يعني لا يوجد إجحاف بالقانون السوري بحق النساء؟ أنا من خلال عملي القضائي والمحاماة القانون يعني 19 سنة كما قلت لك أنني محاميا قبل الثورة 19 سنة في العمل القضائي 7 سنوات تقريبا في المحرر إن أمر الميراث هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى ولا يمكن لنا تجاوزه كشريعة إسلامية. هذا إذا كان هناك من تدخل في هذا المجال يعني أنا رح أذكر لك آخر مثال وأرجع أطرحه عليك اللي هو قانون العذر المخفف فيما يخص جرائم الشرف. يعني نحن على مدار العشرات من السنين هذا القانون كان يعطي للجاني وللقاتل الحق بأنه هو يزهق أرواح النساء، بعد عشرات السنين لا يعني تم إلغاء هذه المادة. فهل بالسنين هاي الماضية كلها كان القانون السوري هو منصف للنساء السوريات؟ قطعا لا، لم يكن منصفا لكل البشر حتى يكون منصفا للمرأة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما قلت إن إنصاف المرأة إن جريمة الشرف
ليست من الجرائم السهلة التي يمكن إثباتها بسهولة. مع احتفاظنا أنا كرأي شخصي أنا أقول جريمة الشرف ليست من حق لا الأب ولا الأخ القيام بالعمل الإجرامي، وهذا كلنا مقرون به ونختلف فيه. لكن كما ذكرت أن القانون السوري تجاوز هذه المرحلة في السنوات الأخيرة أي ما بعد الثورة، ونحن مع هذا التعديل حتى لا يكون مبررا لإيقاع العنف على المرأة في أي اشتباه أو انتقام ذاتي أحيانا. أستاذ عبد الله عبد السلام وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، بدي أتشكرك لحضورك اليوم ولإجاباتك وتواجدك معنا، كل الشكر لحضورك. العفو، والله يعطيكم العافية، وأشكر الإخوة المستمعين والمشاهدين وقدرتهم على تحمل هذا اللقاء، وشكرا لك. تحياتي لك. أهلا وسهلا. عم تسمعوا إعلانات كن على 98.5 FM على روزنا. سليم، أخيرا لقيت مدرسة كتير ممتازة بتدرس 3 لغات، عربي وإنجليزي وتركي، وبتعتمد المنهاج الأمريكي والعربي. أول مدرسة بغازي عنتاب حاصلة على هيئة الاعتماد الدولي آيا. ممتاز، وفيها ملاعب؟ إيه، لكن فيها ملاعب مفتوحة وصالات رياضية مغلقة وخطة واضحة للأنشطة البدنية والحركية، وفيها مختبرات علمية كمان. وسمعت إنه عاملين خصم لأول 100 طالب، بقومي خلينا نلحق نسجل لنستفيد من هالعرض. مدارس الإبداع الدولية الخاصة من الطفولة وحتى الثالث الثانوي، تركيا، غازيانتاب جانب برايم مول. للاستفسار 0530 77 77 102. شركة مرجان للشحن والخدمات اللوجستية، للشحن البري والجوي والبحري. نقدم خدمات الشحن الكاملة والجزئية والطرود والظروف البريدية من داخل تركيا وإلى جميع أنحاء العالم. مختصون في التخليص الجمركي داخل وخارج تركيا. نتميز بالشحن من الباب إلى الباب في كل من السعودية، دول الخليج وصولا للسودان، كافة المحافظات السورية ولبنان، ألمانيا وكافة الدول الأوروبية. غازي عنتاب، غازي مختار باشا، هاتف 0537-614-9832. مرجان للشحن، خبرتنا في خدمتكم. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555-00-32-888. كل يوم بسمع صراخة لجارتنا عم تستنجد وتبكي، صوت الضرب بيوصل لعندي. كل يوم؟ لك مو هول المصيبة، المصيبة انه وقت اجي اسألها ليش هيك عامل فيكي، ليش ما بتشتكي على زوجك، بتقلي انا استفزيته، هو بحبني بس شوي عصبي. وبتلاقي له مبرر كمان؟ امبارح اكلت اكلة حشك ولبك واخدوها اسعاف على المشفى، تخيلوا انه قالت للدكاترة انه وقعت، مو زوجها ضاربة، خافت منه. يا حرام. صدقيني مثل متايل، وكتير نساء بتسكت عن الضرب وبتتعنف ليل ونهار وساكتة. لا تحملي نفسك اللوم، اعملي على زيادة أمنك الذاتي، لا تقبلي بتعنيفك، وابحثي عن ملجأ مخصص للنساء قريب منك، أو اذهبي إلى أقرب شخص تثقين به للحصول على الدعم. لا تستمري في قبول العنف الموجه تجاهك فترة طويلة، ولا تتهاوني في اللجوء إلى المحكمة. قولها صح، الضرب ممنوع. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي عم يشاركونا من خلال البث المباشر ومن خلال اتصالاتهم. أكيد أنا ناطرة آراءكم واتصالاتكم لتشاركونا بحلقتنا لليوم على الأرقام 0993502538 وعلى 0854-447-65 وعبر سكايب روزانا دوت جي زيتي. أثناء إعدادنا الحلقة تواصلنا مع المحامية رهادة عبدوش وسألناها عن حملات السوشيال ميديا، هل هي فعليا
حالياً أحدث الضغط على مستوى قضية آية وعمر أو حتى على مستوى قضية الصحفي هشام علام؟ برأيك ليش حملات المناصرة النسائية سابقاً لم تنجح في تعديل القوانين داخل سوريا؟ خلونا نسمع مع بعض شو كان إجابته. بداية أود أن أعبر عن دعمي لكل النساء ولأي شخص يحاول أن يعبر عن العنف الذي تعرض عليه عن طريق أي وسيلة من الوسائل، ولو كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو النيابة العامة أو بشكوى عن طريق النيابة العامة أو أي وسيلة ممكنة، لأن العنف يجب أن يفضح ويعبر عنه بكل وسائل. وأؤكد أن كل ما يتم الحديث عنه بأن هذا العنف مبالغ فيه أو كذب أو للتشهير، فأنني أؤكد أن هذا حديث دائما يتم تداوله عندما يبدأ أي شخص بالحديث عن العنف أو التعبير عنه، وهذا له أسباب كلنا نعرفها، ومجتمعنا يحفل بمجتمعاتنا العربية تحفل بهذه النماذج من الناس الذين دائما يبررون العنف بأي وسيلة ممكنة. بالنسبة لحملات المناصرة لم تنجح في سوريا والتي هي بشكل 100%، لكنها أحدثت ضجيجا كبيرا. يعني فينا نقول نحن إيه صح، المناصرات النسائية، مناصرة لتغيير القوانين التمييزية ضد النساء، هي لم تبدأ من الآن، بل هي موجودة منذ السبعينات. كانت هناك حملات دائما مناصرة ومحاولات تغيير القوانين، ولكن لم يتم تغيير سوى تغييرات بسيطة جدا. كلنا نعرف أن الأسباب هي تتعلق بقرار سياسي، ونحن لا يمكن أي تغيير دون قرار سياسي في سوريا، ولذلك لم يتم أي تغيير يذكر طبعا، سوى مثلا تغيير متعلق ب إلغاء العزل المحل والمخفف لجرائم الشرف، والتغييرات الطفيفة في قوانين الأحوال الشخصية، والمتعلقة بقانون زواج المغتصب من ضحيته بقانون الاغتصاب. فقط هذه التغييرات الطفيفة التي تعتبر تغييرات ليست جذرية، لأن التغيير يجب أن يكون جذري في جميع أنواع القوانين، إن كان قانون العقوبات أو قانون الجنسية أو قانون الأحوال الشخصية، ويجب أن يكون هناك قانون مدني، قانون زواج مدني وقوانين مدنية وليست قوانين دينية، وهذا يتعلق بجميع الأديان في سوريا وليس فقط بالدين الإسلامي أو بالشريعة الإسلامية. وجب أن لا تكون الشريعة هي مصدر رئيسي في التشريع، وأن لا تكون هي من النظام العام. طبعا من الأسباب الأخرى لعدم نجاح مناصرة النساء في سوريا أو مناصرة تغيير القوانين في سوريا هي أنه لا يوجد في سوريا قانون جمعيات، لذلك الجمعيات دائما كل الجمعيات اللي كانت نسائية أو تنموية هي جمعيات غير مرخصة. هي النقطة متعلقة بالمناصرة وسبب عدم نجاحها في سوريا. وكمان سألنا المحامية رهادة عروش، بما أنه هي بتتابع القضايا النسائية، هل برأيك القضاء السوري داعم لقضايا الجندر والنساء؟ القضاء السوري طبعا ليس داعما للنساء، وهم تمييزين أكثر من القانون نفسه. يعني مثلا نحن عندنا الاجتهادات القضائية هي تمييزية أكثر من القانون نفسه، أكثر من القانون. يعني مثلا نحن مثلا بقانون العار، بقانون جرائم الشرف، العزل المحل والعزل المخفف له شروط دقيقة جدا كي يعطى العزل المحل أو المخفف للقاتل المجرم. حتى هذه الشروط لا يتقيد بها القضاة، وكانوا يعتبرون أي جريمة فيها لها علاقة بالذكورة هي جريمة شرف،
وهذا دليل على أن قضائنا متواطئ طبعا مع المجتمع ومع العادات ومع التقاليد. وعن الإطار القانوني في حال سمعنا أو عرفنا أنه إحدى النساء عم تتعرض للعنف، هل من الممكن أن يتخذ الجيران أو أحد أطراف العائلة حق الادعاء الشخصي تجاه العنف؟ كانت إجابتها طبعا نحن نطالب دوما بإدخال الفصل الخاص بالعنف الأسري ضمن قانون العقوبات، والعنف الأسري يتعلق بأي عنف ضد أي شخص بالأسرة من مهما كان أيا كان، مثلا رجل، امرأة، مسن، طفل، المجتمع عميم، ويجب أن يفصل كل بند لوحده، ونطالب بهذا الفصل، وذلك كي تكون الشكوى ليست فقط من المعنف أو المعنفة فقط، بل يمكن أن تكون الشكوى من أي شخص يشاهد هذا العنف أو يتعرف عليه أو حتى من أي مراكز العنف في البلاد. في حسب قوانيننا السورية والقوانين الموجودة على الدول العربية ما عدا لبنان وتونس، لا يستطيع إلا الشخص المعنف أو المعنفة، هم فقط الذين يستطيعون أن يشتكوا من خلال، وهذا حق شخصي، الشكوى حق شخصي فقط، أما الآخرين فلا يمكنهم أن يشتكوا على عنف رأوه أو عاينوا. بدي روح كمان عبر البث المباشر للأصدقاء اللي عم يعلقوا ويشاركونا. أنا حابة أعتذر من كل حدا ما عم نقدر أغطي التعليقات بسبب يعني الضغط. بدي روح لكوسر عم تقول يجب أن نصلح ما بنفسنا قبل إصلاح الغير. معنا كمان تعليق من عبير عم تقول للأسف في كتير نساء عم يتعرضوا للعنف وما بيسترجوا يحكوا شيء. بعرف امرأة جوزة كسر لها أصبعة إيدها بالضرب وعملت عملية وما استرجت تحكي خوفا من أنه هي تخسر أولادها، وامرأة ثانية بكب الزوج العصير على الأرض وبطلب من زوجته أنه تشربه، وزوجها ثانية يضربها ضرب معنف وتخاف أنها تتحدث لأنه لا يوجد مكان تلجأ إليه. بيعود بالأساس هذا الأمر على تربية هذا الرجل الذي يعنف تلك المرأة، وللأسف التي إلى الآن لا يوجد مصدر للأمان لتلك النساء ولا يوجد قانون منصف بحقهن. كمان أدونيس عم يقول العنف أينما كان هو عنف ممنهج تقف وراءه أجندات سياسية ودينية وقرار انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أو حتى بولندا التي سبقتها دليل على ذلك. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك يا أحمد. شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. من وين عم تسمعنا أحمد؟ من اسطنبول. أهلا وسهلا فيك. تفضل يا أحمد، شو حابب تقول؟ أنا بدي أقدم وجهة نظري بالموضوع، موضوع العنف ضد النساء وبنفس الوقت ضد الأولاد. أنا عندي قناعة أنه كل شخص بيعنف زوجته هذا مريض نفسي قولا واحدا. هلا أنا عندي كمان بنفس الوقت قناعة أنه الزلمة ما بيضرب مرته إذا ما استغزته. تمام، يعني إذا زوجتك استغزتك مو تعملك كيس رمل قدامك وتلعب فيها ملاكمة، كمان هذا الشيء مرفوض. يعني هل إذا مثلا استفزته الزوجة هو يعني متاح له أنه هو يضرب ولكن بحدود دنيا؟ ما عملك متاح احتمال الزلمة مثلا يضرب زوجته يعني كف بسيط أو نكشة بدون يعني هو مزعوج ما يحس على حاله وما بكذب عليك صارت معي شخصيا. عرفت كيف؟ يعني نكشت نكشة بسيطة لأني نبهتها من قبل أنه لا تستفزيني، وبالفعل يعني ما عملت قدامي مثل كيس رمل ولعبت فيها ملاكمة مثل بعض الرجال. يعني بيصير بيعلم على عينه، بيعلم على وجهه، احتمال يصير مع مشكلة في بطنه، احتمال يصير مع كسر برجله، في أزواج بيرسوا زوجاتهم، في أزواج بيضربوا زوجاتهم بأوجاههم بدون وعي.
يعني هذا كل شيء شخص هيك مريض نفسيا. وبنفس الوقت نور بدي أعلق على موضوع الآباء الأهالي. أغلب الآباء بيوقفوا مع الصهر إن كانت بنتهم ظالمة أو إن كانت مظلومة كمان. هذا شيء سلبي كتير كتير كتير. آباء بيصفوا مع الصهر ليش؟ لأني خلص هيك يعني قناعة إنه الزوجة لازم تنضرب، الزوجة لازم تنهان، الزوجة لازم. هذا بيرجع للتفاصيل التربوية والنفسية اللي للأسف من الممكن تنشئة الطرفين عليها سواء كان السيدات أو الرجال. بدي أتشكرك أحمد لمشاركتك. شغلة بس بنفس الوقت إنه يعني الأهالي اختيارهم بيكون خطأ، يعني يزوجوا بناتهم لأشخاص غلط. يعني في منهم ما بيسألوا عنه، ما بيعرفوا مين هو، ما بيعرفوا عنه شيء. يعني بس بدهم يخلصوا من بنتهم، عرفت كيف؟ وبيزوجوا بناتهم قاصرات. يعني في كتير يعني في كتير تخلف، في كتير تخلف مع الأسف. وإن شاء الله موضوع ينحل. وشكرا لكم. كل الشكر لك أحمد، تحياتي لك. يعني مستمرين نحن بحلقتنا لليوم عن موضوع العنف المنزلي ضد النساء. بظل الظروف الراهنة لا نستطيع كمان أنه نتجاهل أن هناك عدد كبير من النساء اللي بتتعرض للعنف، ولكن بالمقابل هي غير قادرة للجوء للقضاء، لا تمتلك الدعم الأسري، وهي لا تمتلك أصلا الاستقلال المادي، الأمر اللي بيجبرها أن هي من الممكن أنه تبقى عم تتحمل العنف بظل هاي الظروف اللي ممكن بالنهاية أن هي تخسر حياتها. شو هي الآثار النفسية والارتدادات النفسية اللي ممكن تتعرض لها النساء، وكيف بتقدر تدعم نفسها بشكل شخصي؟ من اللي نحكي بهاي التفاصيل بيسعدني أنه ينضم لي الطبيب النفسي ملهم الحراكي. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور ملهم. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذة نور وبارك الله فيك. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك دكتور ملهم. يعني قبل ما نحكي عن الارتدادات النفسية للنساء، أنا حابة أعرف هل من الممكن نحن اكتشاف الشخص المعنف يعني بقبل خطوات؟ من الممكن إذا عم نحكي عن العلاقة الزوجية، من الممكن هي من فترة الخطوبة، إنه هل من الممكن من خلال سلوكياته تكتشف إنه هذا الشخص هو معنف؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بالنسبة للناس عندهم مشكلة في تعريف موضوع الإهانة أو الإساءة. أنا صوتي واضح ولا في شوي تقطيع؟ صوتك واضح. لا عم نسمعك. عم شوي صدى بالصوت. أنت عم تسمعنا بشكل واضح؟ أنا عم بسمعكم بس عم يجي صدى صوتي فشوي مزعج. عم نحاول أتجاهله. مفهوم الإساءة أو الإهانة يبدو ضبابي شوي عند كثير من الناس، ربما له علاقة بالاستبداد السياسي اللي عايشه مجتمعاتنا. يعني فلازم الناس تعرف شو يعني أنا أهاني أو أساءلي. يعني ممكن يعتبروا أنه ممكن إذا ضربني، ممكن إذا شتمني، ولكن تبدأ عملية الإهانة من التجاهل، تجاهل المشاعر، التعامل الفظ، عدم تلبية الاحتياجات، الكلام المسيء، طبعا إضافة إلى الإيذاء أو الإساءة الجسدية. هاي كلها تندرج تحت الإهانة، يعني التجاهل إهانة، عدم تلبية الاحتياجات إهانة. فإذا أنا لاحظت من خلال العلاقة الزوجية أو بداية تشكيل العلاقة الزوجية في مرحلة الخطوبة أنه عنده هذا الإنسان بوادر ما عنده احترام في العلاقة الزوجية، فالاحترام هو أحد الأعمدة، أعمدة العلاقة الزوجية. بدون الاحترام لا تكون العلاقة الزوجية أو العلاقة بين الطرفين علاقة قائمة على أصول صحيحة. عندنا الاحترام، عندنا المودة، عندنا الثقة المتبادلة، عندنا القدرة المادية، عندنا كثير قصص هي عبارة عن أعمدة للعلاقة الزوجية. فلازم نعرف إنه شو الأشياء اللي بتهيننا. مشكلتنا نحن لما بيبعتوا الأولاد أحيانا على المدارس، كنت أسمع ما بعرف إذا لا تزال موجودة، بيسلموا الطفل للأستاذ بيقول له خدوا لحم ورجع لي عظم، يعني بمعنى خد راحتك فيه، ضربه وقتله وعمل اللي بدك يا ربي. يعني ولما الشرطي أو أي حدا بده يضرب حدا بده يقول له بدي ربيك، كأنه يعني صارت الإهانة والإساءة وسيلة من وسائل التربية. أيضا نفس الشيء
كمان في فرض وصاية من الزوج للزوجة إنه بدي ربيك، وهي بتقول له أنا بدي ربيك، أمك ما عرفت تربيك. فيبدو نحن عندنا مفهوم الإساءة والإهانة مفهوم لسه ما تحدد بشكل دقيق، أما من الناحية النفسية هو محدد ومعروف بشيء اسمه الأبيوز، إساءة المعاملة، مؤطر وواضح هذا الموضوع، ويجب أن يكون هذا الإساءة ممنوعة بين الزوج والزوجة، بين الأب وابنه، بين الأم وبنته إلى آخره. لازم نحن يكون توضيح لهذا المفهوم، نحكي فيه كثير موضوع أنه ترى يا جماعة هاي اسمها إساءة، إهانة غير مسموح فيها وغير مقبولة لا من أب ولا من زوج ولا من أخ ولا من صديق ولا من حدا ولا من حاكم، حتى الحاكم ما بيحق له يعمل فينا هاي. يعني كيف أنا بدي أوقف عند هاي النقطة تحديدا، كيف منوقف هاي الإهانة وقت اللي بتبدأ، من لحظة اللي بتبدأ حتى نقول إنه نحن مالنا مبسوطين، نحن متضايقين من هذا الشيء اللي عم يتوجهنا؟ ولكن بدي أخذ منك هاي الإجابة ولكن بعد الفاصل، ابقى معنا دكتور ملهم. الدولية عالم من المعرفة بين يدي أبنائكم. 0537-77-72. تحياتي لكل الأصدقاء والسيدات اللي عم يشاركونا على التعليقات وعبر الواتساب كمان من خلال آرائهم. بالعودة لك دكتور ملهم، يعني قبل الفاصل كنا عم نحكي كيف منقول أو كيف المرأة اليوم بتقول أنه هذا التعبير هو إهانة أو هذا السلوك هو إهانة بالنسبة لي، مثل ما يعني أو من المتوقع أنه العنف هو بيبدأ بشكل تدريجي ما مباشرة من الممكن انه فورا يكون الضرب المبرح، فكيف بتقول هون إهانة وهي تحمي حالها بنفس الوقت ما تتعرض لأذى؟ آخر اللي هو موضوع مفهوم تقدير الذات أو احترام الإنسان لنفسه، هذا شيء كمان أيضا ضبابي مجتمعنا. هذه الأشياء اللي موضوع الإساءة، موضوع تقدير الذات، هذا شيء يدرس للأطفال، يعني لازم مفروض الأطفال يتعلموا شو يعني إساءة، شو يعني إهانة، شو يعني تجاهل، شو يعني تقدير الذات، كيف أنا أكون يعني أقدر نفسي. فإذا امرأة من النساء شعرت أنه طبعا هذه انا ما فيني مثلا، في بعض الناس تعتبر انه الاساءه والله هو حريص علي او عم يحميني او هو بيقول انا عم ربيكي او انا عم احميكي او يعني ما انا ما اهنتك، هي اهانه بس هو عم يحاول يعرفها بتعريفات اخرى. قلت لك هذه المفاهيم ضبابيه مجتمعنا، لذلك حيصير في خلط. فإذا شعرت طبعا ومن خلال تصرفه، ما في حدا ما ممكن يميز انه هذا الرجل انه بدا يعني يصير عنيف معي، او هاي المراحل الاولى للعنف، اولا تبدا بعمليه التجاهل او القسوه في الكلام، بعدين ربما عمليه بدا الايذاء النفسي والايذاء العاطفي، بعدين الايذاء الجسدي، يعني شيء يؤذي النفس ويؤذي العواطف ويشيء جسد. هون عليها أن يعني توقف هذا الشخص بأي شكل. أول شيء الطلب المباشر، تقول له لو سمحت يعني هذا الكلام جرح لي كرامتي، أنا ما بسمح لك، أنت مهما كنت زوج أو أي إنسان، أنا يعني عنا نحن كمسلمين مثلا أو كمؤمنين بالله، أنا لا أنذل إلا لله سبحانه وتعالى، أنا لا أستطيع أن أتقبل منك هذا الكلام نهائيا، الرجاء التوقف عنه. فهو إذا توقف فهم هذا الموضوع، إذا ما توقف ألجأ لي حد حكيم عقلاني من عائلتي ألجأ له حتى يحل الموضوع، إذا ما في حد من عائلتي ألجأ لطرف آخر من خارج العائلة، قد يكون مدرس، قد يكون إمام مسجد، قد يكون حد حكيم أيضا، قول أنه هذا الرجل يتصرف بهذه الطريقة، فرجاء المحكي معه هذا تصرف غير مقبول. إذا أصر أنه أنا بدي هينا وهي مرتي وهي ملكي، يعني كأنه علاقة ما علاقة يعني ند لند رجل لامرأة، لعلاقة تملك، وأنا مثل العفو مثل الطاولة أو مثل الكرسي أستطيع أن أضربها وأتحكم فيها كما أشاء، هون طبعا هاي العلاقة فاسدة، العلاقة الزوجية يجب أن يلجأوا للاستشارة الزوجية يعني بمجال الاستشارات الزوجية وحتى الاستشارات القانونية، نشوفوا إيش إلهم وإيش عليهم.
يعني أنا بدي أوقف عند النقطة اللي ذكرتها دكتور ملهم، أنه هي تلجأ لحدا يعني من الممكن أنه هو يكون له وصاية عليه، أو من الممكن أنه هو مثل ما بيقولوا مجتمعيا بيمون عليه لحتى يعني يقرب وجهات النظر، ولكن بالمقابل بعض الرجال بتاخد هذا الموضوع على أنه هي عم تعمل حشد لرأيها أو للشيء اللي هي بدها إياه، وهذا الموضوع من الممكن أنه هو يعود عليها بنتائج سلبية سواء كان نفسيا أو حتى جسديا. من الممكن أنه يوصل الموضوع هون، هي كيف بتقدر النساء أنه هي فعلا تمشي بخطوات، يعني حابة أخذ منك خطوات تمشي فيها النساء لحتى ما تكون هي بإطار الأذى المباشر. هلا في عندنا شيء اسمه مثل ما حكينا تمييز الإيذاء العاطفي، انه هي تميز انه هو عم يأذيها باي طريقه. هل الإيذاء عاطفي يعني مثلا عم يتجاهل عواطفها، ناشف معها؟ هلا هون ممكن تعمل استشاره بسيطه لحد من صديقاتها او المقربين اللي يعتبر حكيم وعقلاني. قد يكون مو موضوع إساءة، يعني بعض السيدات حساسات قد تكون عبارة عن يعني أنه الرجل مهتم بالجانب العملي بحياته وناسي موضوع العاطفة، يعني ممكن لو سمحت النساء كائنات عاطفية، يعني نوع من التثقيف الزوجي. إذا عندي درجة الإيذاء العاطفي، بعدين الإيذاء النفسي مثلا عم يهملها إهمال مقصود، وفي أذى نفسي معين، في تعنيف نفسي معين، في كلام، في عندنا الإيذاء الكلامي، بيأذيها بالكلام، بيسبب لها نعت بأوصاف سيئة. في عندنا الإيذاء الجسدي، ضرب إلى ما خلق. نحن مجرد ما دخلت بأي درجة من درجات إساءة المعاملة، إن كان نفسي ولا عاطفي ولا جسدي ولا كلامي ولا إلى آخره، عليها أن تلجأ للاستشارة. أول شيء تحكي معه، مثل ما الخطوة الأولى توقف. أكثر واحد، نحن نفسيا عندنا قاعدة، أكثر واحد بيحل لي موضوع الإساءة والمشاكل هو نفسه المسيء نفسه. فبتجه عليه، كون شجاع، قولي له بدي أجلس معك جلسة، هذا يا فلان شيء لا تتصرفوا، هذا أذى إني. فإذا هو تقبل هذا الكلام رائع جدا وانتهينا وخلصنا. إذا هو غير متقبل، هذا بيصير عادة، غير متقبل بيقول لك لا أنت اللي عملتي وأنت اللي سويتي، بتلجأ لطرف آخر. يجب أن يكون هذا الطرف طبعا مو الأم، مو أمه ولا أمه، ترى يعني بيعقدوا المشاكل عادة الأمهات. نلجأ إلى طرف عقلاني وحكيم وحيادي، تمام؟ إذا توفر في المحيط القريب ممتاز، حتى لو كانت الأم، يعني إذا أنا بعرف الأم أنه هي حكيمة وعقلانية وحيادية، وهي طبعا نادر ما تكون الأمهات بهذا الشكل، دائما الأم من محبتها لبنتها أو لابنها بتصير عاطفية فبتخربط العاطفة. بدنا شخص عقلاني يسمع لها، يسمع لها ويجلس معهم اثنيناتهم، تمام؟ إذا ما في هذا الشخص، نلجأ لمختص علاقات زوجية أو مستشار علاقات زوجية، ويجب أن يكون دائما في وعي قانوني، تمام؟ نحن مجتمعنا غايب عن القانون، يعني ما بيعرفوا حقوقه شو له وشو عليه. فلازم هون مع إذا دخلنا العلاقة بدأت تتهدد بالانفصال، يجب أن يكون مع الزوج أو الزوجة طبعا حامي، مو محامي واحد، ممكن تستشير عدة أشخاص، تأخذ فكرة شو مصير الحياة فيما بعد حتى يكون قرار. طيب يعني إذا كانت هاي التفاصيل غير متاحة، يعني نحن ما فينا ننكر الواقع السوري، من الممكن إذا نحن عم نحكي عن النساء اللي هي قاعدة بالمخيمات، يمكن هي ما عندها القدرة الوصول لمختص العلاقات الزوجية، أو ما عندها القدرة الوصول للاختصاصي القانوني. في عندنا هلأ الوسائل التواصل كلهم عندهم الفيسبوك، وسائل تواصل مليانة الناس. هل هي هل يعني كمان مثلا هون السؤال بيطرح نفسه، هل هي وسائل آمنة لحتى تلجأ لألا؟ لا أكيد ولكن هل هي وسائل آمنة لحتى هي تلجأ لألا وتطرح مشكلتها لحتى تطلب المساعدة؟ عن طريق بوست طبعا لا، هذا يعني يعتبر نوع من التفريغ، مش من كحل مشكلة. يعني أنا زوجي يسوي كذا وكذا، كل واحدة بقى تكتب تجربتها، فهي التجربة صحيحة خاطئة الله أعلم، فرح يتجمع كمية كبيرة من التجارب اللي فيها ما فيها، ولكن أنا بدي أنا أخذ رأيي يساعدني بحياتي، أنا بحاجة لإنسان يفهمني، فأنا بلجأ مثلا للأونلاين للاتصال، تمام؟ فيها لا كتير مستشارين عم يشتغلوا أونلاين، ننتبه ما ندخل في مستشارين يعني غير حقيقيين أو يعني، بس على الأقل إلجأ
ايضا المحامين موجودين، يعني انا بشتغل مجال الاونلاين، وفي امبارح بالامس كان في محامي عم بيسالني كمان، انا عندي شغل بالاونلاين مع الناس اللي بيشتغلوا في المخيمات، فانا بدي اتواصل معهم، عم بيسالني خبرتي في الموضوع. فاذا الان على وسائل التواصل، مش عن طريق بوست، عن طريق انه والله صار سهل اوصل لمختص نفسي او مختص، يعني على الاقل يعني مختص بالعلاقات النفسية أو الأمور النفسية، على الأقل إذا ما حصلت مستشار علاقات زوجية. بالمناسبة في فرق كبير ما بين، مثل فرق ما بين طبيب الغدد وطبيب الأعصاب، في فرق ما بين المختص النفسي والمختص العلاقات الزوجية، كل واحد شيء. ف يعني الناس ما بتفرق بيناتهم، نحن بنفهم بس ما لنا معلمين بالموضوع. يعني في ناس شغلتهم العلاقات الأسرية والزوجية، صحيح، موجودين متوفرين، يعني ممكن تلجأ لواحد صادق طبيب نفسي أو كذا، تقول له أنا ما لقيت مختص زوجي، بتعرف حدا بيدله أو بيقول له، ممكن يعطيه نصيحة عامة يساعده شوي. أيضا المحامين موجودين، كثير في محامين عن طريق وسائل التواصل مستعدين يقدموا خدماتهم للسوريين في المخيمات، تمام. في عندنا أبسط طريقة هي اللي كانت الطريقة السابقة، إمام المسجد يعني كلمته مسموعة لا تزال يعني عند كثير من الناس، أنه منروح للشيخ بنقول له هذا الإمام مسجد بيكون متوافق عليه بالحي وممكن يكون محبوب أو في المنطقة، أو إنسان متدين أو إنسان يعرف بحكمته، أستاذ مدرسة مثلا، هيك هيك عم يصير، يحاول يتدخل ويسمع للطرفين وهكذا. فأما أنه تسكت أداء، يعني نحن فينا نعتمد اليوم النساء، النساء اليوم أداء فيها هي تعتمد فعليا على الشخص المؤثر، مثل يعني مثل ما يسمى هو الشخص المؤثر، لحتى تحمي حالة من العنف. هل هو فعليا وسيلة علاج فينا نعتبره، أو هو وسيلة حماية؟ شخص المؤثر شو بتقصدي؟ يعني مثل ما ذكرت، مثل من الممكن انه يكون هو امام جامع، من الممكن هو على نطاق العائله، النطاق الضيق هو الشخص مثلا، ممكن الجد هو قد يحلها هو الشخص، او هو احيانا الزوج مصر انه انا بدي ضل اذي هذه المخلوق. يعني في منهم مصرين على الاستغلال المادي، ومصرين على الضرب، مصرين على الاهانه. هون العلاقه الزوجيه الا عندك حلين انت للزوجه، اما تستمري بحياه نكده صعبه، تمام. في منهم بيختاروا الاسهل، بتقول لك انا ما بدي اتطلق، ويقولوا الناس عندي مطلقه واولادي، بدي كيف، ما عندي قدره اعيش ماديا، فبقول لها هذا يعني من راعي نحن الظروف. أو هي تقول أنا بدي اختار الطريق الصعب اللي هو أنه أنا بدي انفصل، ويخلي الناس تحكي شو ما بدها، وأنا بحسن اشتغل على حالي وتابع حياتي واشتغل وإلى آخره. بالله هذا طريق طبعا له سلبيات، بس بدك يكون عندك استنارة جيدة بالقانون، طبيعة الحياة والناحية المادية، قديش فيك أنت تطلعي وقديش فيك، وهكذا. يعني يكون عندك اطلاع كامل على الجانب القانوني إذا قررتي هذا الشيء. القرارين ما في قرار صح 100% ولا في قرار خطأ 100%، دائما في نسبة بالقرار صح وخطأ. فهون هي كل حالة بتقعد، نحن علينا النمورة، أختي عندك كذا وكذا وكذا، شو بدي اختاري؟ يعني أنا بدي إلا يعني أحكي عن الطريق الصعب اللي هو من الممكن أنه هي السيدة تسكت وترضى بالعنف اللي هي عم تتعرضه، ولكن بدي أخذ وأرجع منك أهم النصائح. ما رح ترضى، ما في حدا بيرضى بالعنف، لا مو العنف، هي فعليا أهم النصائح اللي نحن للنساء اللي عم تخوض هاي التجربة، وغير يعني هي ما عندها أي حلول متاحة، أهم الأدوات لهي تبقى إلى حد ما متعافية نفسيا. ولكن قبل ما نروح للجواب، في معنى اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير، يسعد أواتك. أواتك إن شاء الله تكون عافية كثير، وشكرا كثير على الموضوع الحلو اليوم اللي قدمته. أهلا وسهلا فيك، مين معنا؟ محمد علي. أهلا وسهلا فيك يا محمد، تفضل محمد، شو سؤالك؟ سؤالي أنه بالنسبة للموضوع اللي طارحينه، يعني انه هذا الحكي ما بينطبق برايي على جميع الاصناف من يعني المجتمعات. اكيد محمد، نحن ما عم نعمم، ولكن هاي الحالات هي موجوده، هدول النساء اللي عم يتعرضوا للعنف هن موجودات، فلهيك نحن اليوم عم نحاول نسلط الضوء على معاناتهم من خلال حلقتنا، ولحتى نضوي سواء كان على حقوقهم القانونيه كيف بيقدروا يحصلوا عليها، واهم النصائح النفسيه اللي من الممكن انه هن بخطوات يتبعوا يقدروا يحصلوا على صحه نفسيه جيده. صحيح. أنا بس بدي نوه على شغلة إذا ممكن. تفضل. يعني إنه بهالموضوع إنه لازم يعني يكون في توعية للرجال أكثر من النساء برأيي، ما بعرف.
هيك بتوقع يعني. صحيح لأنه صحيح، لانه يعني التعنيف بيجي من عن طريق الرجل، مو انه المراه هي ما يعني ما فيها تعمل شيء اصلا. صحيح. اليوم نحن عم نحكي كيف هي بتقدر تحمي حالها في حال هي تعرضت للعنف، واكيد بحلقات سابقه حكينا محمد كيف بنقدر نشتغل على الوعي المجتمعي لدى الرجال لحتى يعني يبتعدوا عن السلوكيات المعنفه للنساء. شكرا كثير لك محمد لمشاركتك وللنقطه المهمه اللي لفتت لها. تحياتي لك، كل الشكر. بالعودة لك دكتور ملهم. نعم، كلام الأخ محمد جدا سليم، أنه يعني نحن باعتبار عم نحكي عن النساء، أنت أسئلتك موجهة لطرف النساء وهذه أسئلة محقة وجميلة جدا، ولكن طبعا الرجال أكيد يعني نحن ما رح، نحن مدام هلأ شعوب ناهضة تطلب الحرية وتنشد الكرامة، فالأحرى أنه نكون بين علاقاتنا، أنا كزوج مع زوجتي، أنا كأب مع أولادي، أنا كأم مع أبنائي، يكون في حرية وعدالة، لازم نحقق هذا الشيء في بيوتنا. فلا أنا أطالب بكرامتي كإنسان سوري أو إنسان عربي بشكل عام وأنا في بيتي أهين كرامة زوجتي، هذا طبعا غير مقبول. فبالتالي نحن ليش ما قلت لك نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ يعني الترباية شيء يا جماعة، والإهانة يعني يعني صار الناس عم تدمج ما بين انه انا بدي ربيكي معناتها انا بدي هينك، هي عم بهينها عمليا، ما عم يربي، هي مو تربيه، هي فيها اهانه يعني. حتى مفهوم الضرب هو اصبح يدخل تحت مفهوم التربيه. نعم، ده حتى بنسمع هذا الشيء في الافرع اللي بتسمعوا التسجيلات هاي المؤسفه اللي بتطلع بيقولوا بدي ربيكم بدكم تربايه. فهذا الشيء اندمج موضوع الاهانه انه يعني تحت شعار التربايه عم يصير في اهانه. فنحن كرجال طبعا اكيد اذا نحن انا كانسان كرجل اطالب الحكومه واطالب المجتمع بتحقيق حريه وعداله، من الاحرى ان اكون في بيتي مع اولادي مع زوجتي عادل وعندي كرامه وبحفظ لهم كرامتهم، فهذا شيء ضروري جدا نعرفه. دكتور ملهم، يعني بما انه ما عاد معنا كثير وقت، حابه ارجع اخذ منك ختاما اهم خمس نصائح اليوم نقولها للنساء اللي هي ما عندها اي حلول في الوقت المتاح وعم تتعرض للعنف لحتى هي تبقى قدر الإمكان بصحة نفسية جيدة. تمام. العنف والإساءة والإهانة ما لازم نقبلها بأي حال من الأحوال، لابد من بحث عن حلول، يعني آخر حل مثل ما بيقولوا الطب آخر الطب الكي اللي هو الانفصال أو الطلاق، ولكن في حلول أخرى، قد يكون الانفصال المكاني، هي تعيش في مكان هو بمكان. الإنسان مكرم عند رب العالمين، فما لازم حد يأخذ هذه الكرامة، وكرامة الإنسان مرتبطة بعقله، فعليه أن تستعمل عقله في البحث عن مخرج. اهم مخرج بهون انا لما يعني بيجيني ناس نساء معنفات، اول شغله بنبهن عليها اللي هي تقدير الذات، احترمي نفسك، لا تقبل بهذا الشيء. عندك علم طوري علمك، عندك عمل حاولي تعملي حتى تصيري قويه، كل ما صرتي قويه تستطيعي مناهضه العنف عند زوجك او عند ابوك او عند اخوك. القوه يعني مو قوه تستقوي عليه تضربيه، لا، القوه انك تكوني من الداخل بداتي تشعري بقوتك انت وبكرامتك، وانه انا ما بسمح لحد يهني، وهذا شغله مهمه جدا. تقدير الذات هو المهم، دائما نبدا من تقدير الذات، من تقدير الانسان لنفسه، ان تسعى انه هي تحب حالها، هو هذا الاهم، انه انا بحب حالي ولا ارضى لنفسي ان اكون في هذا الموقع المسيء او الموقع الاهاني اللي انا عم بتعرض له. هذه نقطه اساسيه. يعني ما ننسى الطرف القانوني، الاستشارات القانونيه بالعلاقات الزوجيه جدا اساسيه ومهمه، يجب ان تعرف ما لها وما عليها، شو حقوقها بهذا البلد، شو حقوقها بالمخيم، شو حقوقها بسوريا، خارج سوريا، بالبلد اللي هي عايشه فيه، كان في دول اللجوء وهكذا. الطرف القانوني محور مهم جدا جدا، أن يجب أن نطرق باب المحامي بهيك حالات مع طرق باب المستشار النفسي أو المستشار اللي هو قد يكون مستشار أستاذ إمام مسجد إلى آخره. كمان أيضا يعني هاي ملاحظة، على يجب أن يخضع يعني في إخواننا بمجال الاستشارات الأسرية يعملوا دورات لأئمة المساجد في الاستشارات الأسرية، وهي شغلة مهمة جدا ورائعة، أنه نتجه للناس اللي عادة الناس تستشيرهم، الشيخ، الأستاذ، الرجل، أنه تعالوا اعملوا دورات في الاستشارة الأسرية، حتى إذا واجهتكم حالات بسيطة في الاستشارات الزوجية تستطيعوا حلها بأسلوب علمي وصحيح.
يعني نتمنى أنه فعلا يعني نوصل ليوم ما نشهد مجتمعات خالية من العنف عم تعيش بسلام وأمان دائم. بدي أتشكرك دكتور ملهم لمشاركتك معنا لليوم ولحضورك معنا، كل الشكر لك. تحياتي. وصلنا لختام حلقتنا لليوم بإنتي أدهى. بدي أتشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا على التعليقات، وأعتذر منكم مرة تانية أنه ما قدرت أني غطي كل التعليقات بسبب يعني الضغط أثناء الحلقة. بتمنى لكم كل السلام والأمان، وإن شاء الله مثل ما قلت منشهد مجتمعات خالية من العنف بشكل كامل. بودعكم على أمل اللقاء فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من إنتي أدهى. إنتي أدهى.